مرحبا بكم مجددا في منصة مؤسسة الباحثين السودانيين. والآن عندنا مخاطبة من الأستاذ محمد أنور والأستاذ وليد أبو زيد حول تاريخ السودان القديم. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب، حرية سلام وعدالة، والوعي خيار الشعب. نرحب بالأستاذين وحيتكلموا عن تاريخ السودان القديم. التاريخ يا أخوان هو اللي بنستلهم منه حاضرنا ومستقبلنا. فنجي نسمع الأستاذين مشكورين من تجمع الباحثين السودانيين في التاريخ القديم. تفضل يا أستاذ. مساء الخير على جميع الصوار وجميع الشرفاء من أبناء بلادنا، ونتمنى أن ثورتنا تسير إن شاء الله في الاتجاه الصحيح وتكون ثورة لتغيير كل المفاهيم الخاطئة في تاريخنا وفي مستقبلنا إن شاء الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. تحية للثوار وتحية للشعب السوداني الأبي البطل، ذلك الشعب العظيم، الشعب المعلم. ونحن سعيدين جدا أنه نتكلم عن لمحات حول التاريخ السوداني وعظمة التاريخ السوداني. وأنا شاكر جدا لمجموعة مبادرة الباحثين السودانيين اللي هو نحن كباحثين في التاريخ القديم جزء منها، ونتمنى أنه ثورتنا تكلل بالنجاح. شكرا جزيلا. نحن عايزين نتكلم عن تفاصيل معينة، عايزين نتكلم عن شكل الحكم في تاريخنا القديم، عايزين نتكلم عن القيم السودانية الأصيلة المتأصلة في السودانيين عبر القرون فيما يخص الحكم، فيما يخص مشاركة المرأة في المجتمع السوداني. وأنا أتمنى أنه أستاذ وليد بما أنه متخصص يعني يحاول يدينا لمحة عن دور الكنداكات السودانيات في التاريخ الإنساني والتاريخ العالمي. تحية لكل الكنداكات السودانيات ولكل المرأة، لكل مرأة سودانية في حاضرنا وفي تاريخنا. والمرأة السودانية هي عبر التاريخ كانت ولا زالت شخصية مهمة جدا ومحورية في تاريخنا نحن وفي تاريخ الشعوب الحوالينا. الكنداكة، كلمة الكنداكة هي أساسا تعني المرأة الطاهرة، والكلمة طبعا عندها تعريف بأنها أساسا ظهرت في الكتابات زمن الإغريق، ذكروها بأنه أساسا تحكم السودانيين امرأة تسمى الكنداكة. المرأة السودانية دائما كانت جنبا إلى جنب مع الرجل في كل مراحل حياته، سواء كان هو إنسان بسيط أو سواء كان مزارع أو سواء كان جندي أو سواء كان قائد أو سواء كان ملك، وكانت دائما هي على نفس المستوى معه في تاريخنا السوداني عبر العصور. وبدأ من الواضح تماما أنه في خلال 200 سنة الأخيرة بدأ تماما محاولة لإخفاء دور المرأة في تاريخ السودان وفي تاريخ المنطقة، ومحاولة لتقليل دور المرأة السودانية، لأن المرأة السودانية تمثل عظمة المرأة الإفريقية وعظمة المرأة الإفريقية عبر التاريخ وريادتها، لأن إفريقيا كانت فيها أول امرأة تحكم العالم، والمرأة دي كانت موجودة في السودان. إذن معناها المرأة السودانية هي أول امرأة قدرت تتولى الحكم في تاريخ كل الشعوب الموجودة في الدنيا. والكنداكة السودانية كانت دائما مهمة وكانت حاضرة بقوة عبر العصور كافة في كل المجالات، وكانت دائما حتى في الملاحم الكبيرة دائما كانت تكون موجودة. فلما اتحرك الملك كوشتو في العام 780 قبل الميلاد متوجه لمنطقة مصر على أساس أنه يفرض نفوذه هناك، كانت بصحبته الكنداكات السودانيات معاه، وكانت بنته الكنداكة الشهيرة الأميرة أمنريدس الأولى كانت بصحبته في ركابه موجودة معه. وتولت الكنداكة السودانية أعظم منصب موجود في الدولة
القديمة في وادي النيل، وكانت هي على رأس المؤسسة الدينية في معبد طيبة أو الكرنك، وتولت منصب كبير جدا هناك اسمه كان الزوجة الإلهية أي المرشدة الروحية للناس، وأول مرأة مارست صلاحيات ومبادئ المنصب ده كانت هي الكنداكة العظيمة أمون ريدس الأولى ابنة الملك كوشتو المؤسس للمملكة بتاعت نبتة المملكة الكوشية. ومن ذلك الزمن يعني كانت ظاهرة تماما إن المرأة السودانية كانت متفردة عن بقية النساء في العالم. وجدنا دائما المرأة السودانية عبر العصور دائما هي كانت تتولى المناصب الحساسة اللي كانت في الشعوب الثانية ما بتتولاها، رئاسات المؤسسات الدينية، رئاسات المؤسسات السياسية، حتى رئاسة المؤسسات العسكرية. فزي ما كان عندنا أميرات وكنداكات كان عندنا قائدات زي القائد الكنداكة أمون ريناس أو أمان ريناس اللي قادت جيوش السودانيين عشان تصد الغزو الروماني اللي كان جاي جنوبا على السودان. فبيبدو لنا تماما في تاريخنا القديم أن المرأة السودانية ما كانت بتفرق أبدا من الرجل، وحتى في تاريخنا الحديث تقريبا كانت المرأة السودانية لها دور فاعل وليها دور أساسي. النقطة الوحيدة اللي عاوز أوضحها للناس أن المرأة حتى في المجال والقرارات السيادية اللي كانت بتخص المجتمع والحياة الثقافية كانت أيضا المرأة السودانية عندها دور كبير. فالقرار الكبير اللي اتخذ عام 170 قبل الميلاد في عهد الملكة الكنداكة شنكداخيتي كان بيخص بالتحول من الكتابة باللغة الأبجدية الهيروغليفية للأبجدية السودانية المعروفة بالمروية، وده قرار كبير جدا بأنك تغير كتابات الدولة في كل الدواوين وتغير الأبجدية اللي بيتعامل فيها الشعب كامل لأبجدية أخرى هي سودانية خالصة اتخذ في عهد الملكة شنكداخيتي. لذلك فإن المرأة السودانية كانت دائما تقدم المبادرات اللي حتى ربما إنه كان يعني كثير من الرجال العظماء في تاريخنا ما قاموا بادروا بها. لذلك هي كانت شجاعة ليس فقط على الصعيد السياسي ولكن على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد الاجتماعي. الملاحظ تماما انه احنا النساء عندنا عبر التاريخ حتى يعني اول مرأة دفنت في الأضرحة الكبيرة كانت هي النساء السودانيات، وحتى قبل ما يتولوا الحكم يعني في المراحل المتأخرة في مملكة مروي كان النساء يدفنن في أضرحة وأهرامات جميلة جدا زي الموجودة عندنا في الكرو جنبا إلى جنب مع أخوان وآباء وأبناء الملوك، وكانوا دائما منصب المؤسسة الدينية كان دائما هو في النساء الملكيات أو المرأة السودانية، لأنهم دائما كانوا هم بيوصفوا بأنهم هم سيدات المعبد. ده بالنسبة للتاريخ الجديد يعني بعد ذاك. مهير بنت عبود كانت امتداد تخيل لي للكنداكات دي، وهي كانت ألهبت وحمست الجيوش عشان يقابلوا الغازي، ومعروف في التاريخ الحديث يعني دور اللي كان لعبته. فالمرأة السودانية مميزة كما أنه الشخصية السودانية على العموم شخصية مميزة وشخصية قائدة وشخصية من حق العالم أنه يحتفي بها. بعدين خلاف أمر المرأة يعني تاريخنا فيه إضاءات كبيرة جدا ما بتحوينا لأنه نأخذ حاجة من برا، يعني نحن تاريخنا فيه الديمقراطية نحن بنتكلم عنها وبنطلبها ما غريبة علينا نحن كسودانيين. يعني نحن في تاريخنا عندنا الملك سبالتا عنده نقش الانتخاب يا وليد، فحصل كان نوع من الانتخاب نوع من الديمقراطية في اختيار الملك، فبالتالي ما غريب علينا الديمقراطية ونفتكر أنها هي يعني قيمة أصيلة في التاريخ السوداني وفي الشخصية السودانية وكذا. لكن حقه قبل ده نحن أغلب الناس ما عارفين الحقب التاريخية المختلفة بالنسبة للسودان، فيعني يا ريت ندي الناس فكرة شوية عن التحقيب السوداني يعني من تأسيسي يعني حتى الآن. أستاذ وليد متخصص ممكن يفيدنا أكثر برضه.
أنا أتمنى إنه الثورة دي يعني تكون نهاية الضبابية والغموض اللي بيكتني في تاريخ السودان، واللي أساساً يعني كان بأيادي مفتعلة. للأسف منها بعض الأيادي المفتعلة كانت أيادي سودانية، وبعد ذلك تدخلت الأيادي الأخرى إنها تقوم تخلي تاريخنا تاريخ غامض. ثورتنا هي ليست ضد الظلم وليست يعني فقط ضد القهر اللي نحن تعرضنا له. الثورة دي هي نتيجة لوعي كبير بدأ ينتشر في كل الشعب السوداني، ولذلك لابد إنه تكون من أهم مطالب هذه الثورة هي كشف الغموض في التاريخ السوداني، وإنه نسترجع عظمة تاريخنا لكي نعرضه للعالم مرة أخرى كما هو، لأنه هو من أعظم ومن أنصع التواريخ اللي بتخص الأمم البشرية على الإطلاق. السودانيين بدأ يعني ينهبوا في تاريخهم منذ العام 1821 من أول استعمار بدأ يدخل لأرضنا، ونحن نشكل أقدم الممالك الموجودة في العالم، والسلطة السياسية في حياتنا كسودانيين عبر العصور لم نفقدها أبدا منذ العام 4500 قبل الميلاد حتى العام 1821. كانت دائما هنالك سلطة سياسية مستقلة سودانية محتفظة بالموروث الحضاري العظيم لكل الآباء والأجداد في مكان ما في الجغرافيا السودانية. في البداية بدأت نحن حياتنا وبدأت قصتنا تماما كسودانيين في الوجود في نهاية العصر الحجري الحديث. بدأ السودانيين يستقروا ويستوطنوا بالقرب من النيل، وثم بعد ذلك بقينا نحن محتاجين للإدارة، فكنا أول ناس في العالم القديم ابتدعوا الإدارة المدنية لكي تحل المشاكل ما بين العشائر السودانية في المنطقة حوالين النيل. وبعد ذلك بدأ إنه نحن محتاجين لنظام روحي، فلذلك كنا أول الشعوب في إفريقيا نبتدع نظام روحي بمعنى دين له قواعد. وبعد ذلك شعرنا بأنه نحن محتاجين لنظام إداري، فظهرت أول مملكة في تاريخ إفريقيا وهي مملكة تاسيتي، وهي المملكة اللي حاولوا الناس أنهم يخفوها بالبحيرة العظيمة اللي موجودة في منطقة النوبة الغريقة. فأخفوا لنا تاريخنا، حاولوا أنه نحن يخفوا تاريخنا، يورونا أنه نحن لم يكن لدينا ماضي، لم يكن لدينا حضارة، لكن ظهرت عظمة السودانيين إنه الله سبحانه وتعالى أراد بأنه عام 1962 بعثة معهد شيكاغو للدراسات الشرقية تقوم تكتشف العديد من الأضرحة في منطقة قسطن، ويستخرج من هناك العديد من المقتنيات التاريخية والآثار. وقاموا بعد ذاك ناس معينين كده ما دارين نقول اسمهم هسا، قاموا أخفوا الحاجات دي من سنة 62 لحد ما قام ظهرت مرة تانية سنة 77. اكتشف كان سنة 62 عالم أمريكي اسمه كينيث سيل، واكتشف سنة 62، لكن أرادت الإرادة الإلهية إنه كينيث سيل يتوفى في العام 64 قبل ما يطرح المكتشفات بتاعته دي، فظلت حبيسة لحد ما جات عالمة بتاعت حفريات اسمها إليزابيث تيريكان، وقامت بدأت تدرس في الأشياء دي. وطبعا قامت النتائج كانت صادمة، وهي أنه السودانيين هم أول الملوك وأول الناس اللي أنشأوا الحضارة المعروفة في الكتب التاريخية بالحضارة المصرية. ولكن ظهرت تماما الرموز الملكية في مفخرة كبيرة موجودة عندنا فيها الرمز بتاع حورس اللي هو الصقر، اللي هو لحد يوم الليلة يا جماعة هو يا أخواننا رمز العز السودانية. فظهر يا جماعة الصقر ده عندنا نحن في مفخرة معروفة باسم مفخرة تاسيتي، واكتشفنا جبانات لثلاثة وثلاثين ملك كانوا قبل الأسرة الأولى المصرية. فإذا السودانيين حرموا من معرفة ملوكهم العظماء
33 ديل اللي هم كانوا بيحكموا في مملكة تاسيفي اللي هي أقدم مملكة موجودة في أفريقيا وأقدم نظام إداري ونظام سياسي، وهو النظام اللي أخذت منه مملكة مصر القديمة الرموز الملكية والأعلام الملكية وحتى الإدارة الدينية اللي هي المعبودات اللي قاموا عبدوها كانت هنا موجودة في السودان في مملكة تاسيفي قبل ما تظهر عندهم هناك. فقاموا يا جماعة شالوا منا المملكة التاسيفي دي وأخوها من كتب التاريخ، أخوها من كتب التاريخ تماما، عشان نحن ما نكون عارفين قدر شنو نحن أسلافنا كانوا عظماء. ولكن يعني الآن وبجهود العديد من الباحثين السودانيين وحتى كذلك بجهود العديد من العلماء اللي ما بنقدر إنه نحن ننسى فضلهم بالرغم يعني من إنهم اشتغلوا مؤخرا في المسألة دي وكانوا عارفين الحاجة دي، لكن إفصاحهم عن الحقيقة مؤخرا برضو يشكروا عليه، وعرفنا تماما مقدار أهميتنا أن إحنا في تاريخ العالم القديم. وتاسيتي هي أول مملكة سودانية، ثم بعد ذلك نشأت لنا الإمبراطورية العظيمة اللي حاول الناس برضو إنه يقوموا يخطوا عظمتها كثيرا، اللي هي الإمبراطورية الكوشية واللي هي تعتبر أطول نظام ملكي يا جماعة في العالم كله. إمبراطورية نشأت في العام 2500 قبل الميلاد واستمرت يا جماعة بنظام حكم مستمر لحد العام 350 ميلادية، 2850 سنة نظام إداري سياسي قوي جدا غير تاريخ البشرية، لأنه أهدى يا جماعة للبشرية كل العلوم المعرفية اللي قاموا أخذوها. وتحدثوا يا جماعة الإغريق كثير جدا عن عظمة أسلاف السودانيين القدماء، المؤرخ العظيم هيرودوت اتكلم تماما عن أنه حتى الآلهة الإغريقية أنه كانت يا جماعة بتجي وتحتفل مع السودانيين في احتفالات وأعياد، لأنها كانت بتعرف تماما أنه هؤلاء الناس هم منبع الحكمة. فلذلك يا جماعة هذه الثورة أتمنى يا جماعة من كل الشباب السودانيين أنه يعيدوا تشكيل نفسهم أول حاجة، ويعيدوا يا جماعة معرفتهم بتاريخهم وبعظمتهم، إنهم هم امتداد لحضارة قديمة جدا مضاربة في القدم وحضارة أخلاقية في المقام الأول. لأنه نحن لما تكلموا عننا المؤرخين يتكلموا أول حاجة عن عظمة أخلاقنا، حتى من بعد ذلك يتكلموا عن معمارنا الجميل ويتكلموا عن يعني إنجازاتنا السياسية، ولكن الكلام مدهش دائما في الإنسان السوداني ده هو عبر العصور هي أخلاقه. مائدة الشمس اللي تحدث عنها هيرودوت وإنها يا جماعة كانت موجودة في مروي بيأكلوا منها المساكين وبيأكلوا منها الضعفاء وأي زول جاي ماشي، المائدة دي يا جماعة تدل على كرم الإنسان السوداني منذ عهود ما قبل التاريخ. هي نفسها المائدة اللي كانت موجودة في مملكة علوة في صوبة اتكلم عنها فرانسيس ألفاريز القسيس اللي كان مبعوث للبابا، فجاء في علوة ولقى المائدة دي موجودة في صوبة فيها كل الأطايب بتاعت الطعام وبيأكلوا منها الناس البسطاء. أول حاجة لاحظها إنه قال ده يا جماعة شعب ما فيه زول جاية. نفس المائدة دي تكلم قبال فرانسيس ألفاريز يتكلم عنها هيرودوت في العام 450 قبل الميلاد. بعد ذلك يا جماعة نفس المائدة دي ذاتها قام شافها واحد اسمه داويد روبيني في سنار سنة 1500 سنة 1523 نفس المائدة دي ذات دي يا جماعة الناس اللي كانوا زمان موجودين الموروث الحضاري المستمر من العام 4500 قبل الميلاد وحتى الفترة السنارية، وبعد ذلك ظل موجود في كل حي وفي كل بيت. كل السودانيين لحد يوم الليلة أخواننا بيمرقوا زاد للناس برا، فأساساً المسألة دي زمان كانت موجودة حتى على مستوى الدولة بأنها كانت دائماً بتتولى رعاية الناس بشكل عام. فلذلك الممالك السودانية العظيمة والقرون الوسطى اللي فيها كان ثلاثة ممالك مهمات جداً بالرغم من أنه العالم كان عازل كان بعدد كبير من الجيوش، ولكن ظلت الممالك دي محافظة لنا على التاريخ العظيم ده. الممالك النوبية في لوباتيا ومملكة المغرة ومملكة علوة، وجاءت من بعد مملكة سنار استمرت يا أخواننا بنفس الموروث الحضاري الجميل ده. فكان السودانيين
عبر التاريخ. محافظين يا جماعة على تقاليدهم، محافظين على أخلاقهم، محافظين حتى على أشكالهم. يعني الليلة نحن لما ننظر للوحة بتاعت الأجناس بنجد فيها التنوع الجميل. اللوحة بتاعت الأجناس دي لوحة يا جماعة بتعود للعام 1800 قبل الميلاد، بتتكلم عن ملك يا جماعة جايين الناس يباركوا له التتويج بتاعه. الناس الجايين يباركوا له التتويج هم زعماء القبائل، زعماء العشائر، فيهم الزول الأحمر، فيهم الزول الأزرق، فيهم الزول الخاتف لونين. إذن يا جماعة الشعب السوداني ده من زمان فيه التنوع بتاع الألوان دي. في ناس كتار جدا مفتكرين إنه الشعب السوداني ده شعب يتعرض لهجرات، والهجرات دي قامت أثرت في شكله. الحقيقة يا جماعة إنه الهجرات بتجي تتأثر بالأشكال الموجودة، وليس هي اللي بتقوم تدينا حاجة جديدة ولا بتدينا شكل جديد. لو أسأل نحن في اللحظة دي رجعنا لأربعة ألف سنة قبل الميلاد، حنلقى ناس شبهي وشبه السيد وشبه السادة الموجودين بكل الاختلاف الموجود في ثقافاتنا وفي سحناتنا. هكذا نحن كنا مجتمع متنوع لكن متجانس، متنوع لكن متسامح منذ القدم وحتى اليوم. ولكن الانفصال التاريخي اللي حاولوا الناس انه يبعدون عن تاريخنا، حاولوا الناس انه يقوموا يأدلجوا لنا التاريخ لكي يظهر بمظهر يخدم أغراض معينة لمجموعات معينة، أدى إلى الارتباك في الخلل الموجود في الشخصية السودانية. فبدينا نشهد الاقتتال وبدينا نشهد الاحتراب على أشياء ما كنا زمان نحن قاعدين نقتتل فيها. أيوة نعم هنالك الحروب، لكن كانت الحروب حروب بتاعت مصالح ونفوذ، لم تكن حروب بتاعت إبادة، لم تكن حروب بتاعت أديان. لكن لأن الأديان كانت أساسا الناس فيها عايشين ومتسامحين من قبل ما تظهر الأديان السماوية. فرانسيس ألفاريز لما زار سوبا يعني وهي عاصمة لمملكة علوة، يتحدث عن وجود حي ضخم جدا للمسلمين بجوار قصر الملك، ويتحدث عن انه هذه البلاد بيعيشوا فيها المسلمين وبيعيشوا فيها المسيحيين وبيعيشوا فيها الوثنيين بنوعية ودرجة عالية جدا من التسامح بيناتهم والتداخل بيناتهم. نفس الكلام اللي قاله فرانسيس ألفاريز عن سوبا جبعت اكثر من ثلاث قرون، يتحدث عنه داود روبيني لما زار سنار، قال لقيت في سنار في مجلس السلطان، هو زار سنار في عهد السلطان باديه أبو دقن اللي هو حكم ما بين 1660 ل 1668، يتكلم قال إنه أنا لقيت في مجلس السلطان مجموعة من القساوسة كمستشارين، مجموعة من شيوخ الدين الإسلامي كمستشارين، ومجموعة أيضا من الكجور الوثنيين كمستشارين. فإذا يا جماعة السودانيين ديل المشاكل الدينية والهوس الديني ده ما بيعرفوه من زمان. إسلامنا هو إسلام سوداني، مسيحيتنا هي مسيحية سودانية، وحتى الوثنية الزمان كانت برضو وثنية سودانية. كنا دائما نحن بنمتص أي ثقافة جديدة جاية وبنعيد إنتاجها بشكلها السوداني الأصيل اللي نحن بنعرفه. ما كنا محتاجين لواحد إنه يجي يعلمنا عن الأخلاق، لأنه أساسا نحن أخلاقنا كانت من زمان وبالآثار وبالنقوش أخلاقنا كانت عظيمة، لأنه كل الشعوب تكلمت عن أخلاق المرويين وحكمته في كل المجالات سواء الأخلاقية أو سواء السياسية. فلذلك كانت الأديان لما تجي عندنا نحن هنا في السودان بيجاي بنتقبل الشيء الجيد فيها لأنه بيتوافق مع الأشياء اللي نحن أساسا وارثينها. لكن ما كنا محتاجين لواحد يقول لنا ما تكذبوا لأنه الكذب حرام، لأنه عندنا نقش للأمير خاليوت بن الملك بعانخي من العام 750 قبل الميلاد بيتكلم فيه عن حرمة الكذب وحرمة الاعتداء على المرأة المتزوجة وحرمة قتل الناس بدون وجه حق، وبيتكلم فيه يا جماعة عن ضرورة يعني وهب الضعفاء المال والطعام، وعن ضرورة عدم قتل حتى الحيوانات من غير سبب. دي أخلاق ناس عاشوا يعني 750 قبل الميلاد هنا في السودان قبل ميلاد المسيح عليه السلام وقبل بعثة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يا جماعة السودانيين هم شعب أخلاقي في المقام الأول وشعب روحي في المقام الأول، والممالك السودانية القديمة كانت كلها بتقوم على الأخلاق. لذلك يا جماعة تركوا لنا الموروث الحضاري العظيم الذي حاليا موجود في أخلاق السودانيين، ولم تستطع
كل الأيديولوجيات الفكرية الدخيلة إنها تنتزع مننا الأخلاق دي. أي أثرت فيها كثير، ولكن لا زالت الأخلاق السودانية موجودة، وهذه الثورة إن شاء الله هتقوم بإعادة بعث الأخلاق السودانية ونشرها ما بس للسودانيين لكن حتى للشعوب الأفريقية الثانية وللشعوب العربية الحولنا إن شاء الله. أكيد تعقيب على الكلام قال الأستاذ وليد، هو تكلم عن الدين وتقبل السودانيين للدين. أول حاجة لازم نعرف أنه كل المؤرخين القدامى اتفقوا على أنه الكوشيين اللي هم السودانيين هم اللي علموا باقي وادي النيل معنى التعبد ومعنى الدين ومعنى التدين، وحتى اسم كوشيين في واحدة من ترجماته هي معنى الروحانيين، والكتاب الإغريق كان بيقول أنه الآلهة بتجتمع كل سنة في عيد السنوي في أرض الكوشيين، بل وفي الكتب السماوية مذكور يعني كوش وأرض حفيفة الأجنحة في إشارة إلى الملائكة وإلى الروحانية وإلى وما إلى ذلك. الديانات تقبلناها دائما قبول يعني عقلاني وقبول وجداني، أصلا ما تقبلناها نحن لما جاتنا بسيف. يعني الديانات التوحيدية، الديانات السماوية من اليهودية مرورا بالمسيحية مرورا بالإسلام، نحن تقبلناها لأننا اقتنعنا بها، ما لأنه نحن انهزمنا يوم من الأيام. في العهد القديم مذكور قصة وزير الكنداكا مشى ياخذ التعاليم من أورشليم ولقى واحد من القساوسة الكبار وأخذ منه التعاليم المسيحية واقتنع بالدين المسيحي وجابه ابتدى يبقى دين شعبي. ده دلالة على أنه الدين اليهودي كان موجود في تاريخنا قبل ما تخش المسيحية، وبعد ذاك أنه المسيحية دخل الشعبية قبل ما يحاولوا الرومان يفرضوها علينا عبر الحروب من جهات متعددة، سواء كان من الشرق بعد قيام دولة أكسوم اللي هي قامت على أنقاض دولة مروي، بعد ما انتهت دولة مروي حتى قامت دولة أكسوم، وكذلك الغزوات جاءت مدعومة من الرومان من غرب النيل ومتمسحة في أصلها، وجاءت بسيوف ما تقبلت، لكن قبل المجتمع السوداني شعبيا وظهرت الممالك المسيحية الثلاثة. وكذلك لما جاء الإسلام وحصلت الحرب في دنقلة المشهورة اللي هي توقع بعدها اتفاق الطلبغ، حقيقة الجيش بتاع عبد الله بن السرح ما انتصر ورجع جيش مهزوم، لكن رغم عن ذلك الآن السودانيين يعني 90% منهم مسلمين أو نسبة قد تزيد أو تنقص، فمعناته نحن بنقبل الأديان لما نقتنع بها وبنتعايش معها. يعني ده بالنسبة للأديان. بالنسبة للطمس اللي حصل لتاريخنا، هو كان طمس متعمد حاجات كثيرة جدا في تاريخنا هنا، يعني حتى نحن في المناهج الدراسية بتاعتنا كان في مشكلة كبيرة جدا، أنه بتتكتب المناهج الدراسية بناء على الكتابات بتاعة أعدائنا. يعني كان العدو بنشيل كتابه وبنكتب بناء عليه. عشان كده لما جاء في المنهج القريناه ونحن، انا ما عارف المنهج تغيرت اصلا بعدنا، لكن المنهج القريناه ونحن كان هو ملخص ل يعني الشهاده السودانيه، منهج الشهاده السودانيه ده بيكون ملخص لكل المنهج اللي انت قريته خلال ال 12 سنه. كان الكتاب اول درس في الكتاب مكتوب فيه في الصفحه البره مكتوب فتح الخرطوم، لو بتتذكروا فتح الخرطوم 1899، وأول درس مكتوب سقوط الخرطوم 1884. يعني هم بيفتكروا أنه لما المهدي استلم الخرطوم ده كان سقوط لها، وبيفتكروا أنه لما كيتشينر جاء الخرطوم معناته ده كان فتح لها، وكل التاريخ تكذب بالمنظور ده من منظور الآخر ما من منظور المحلي. فدي واحدة من مشاكلنا الكبيرة جدا، نحن بندعو من هنا واللي قدام جزء من الثورة دي. نحن محتاجين نراجع مناهجنا، محتاجين الشعب السوداني ده والشباب ده يعرف تاريخه الحقيقي، يعني التاريخ المغيب. تاريخ ده اتفقوا على تغييبه ايديولوجيات كبيرة جدا، الايديولوجية الأوروبية البيضاء واحدة من الايديولوجيات اللي قابلت التاريخ السوداني بعنف جدا وحاولت وقده، لأنه بيثبت أنه الإنسان الأفريقي الإنسان الأسود ده
كان متقدم حضاريا على الإنسان الأبيض وهو أصل الحضارات في العالم، فبالتالي ما قدروا يقتنعوا بالكلام ده ولا قدروا يستوعبوه وحاولوا يؤدوا التاريخ ده. كذلك الأيديولوجيات بعد ذاك الجهات الحاكمة السودانية نفسها والنخبة السودانية كانت حاكمة في الفترة الفاتحة بتحاول كانت تعرض التاريخ بشكل مؤدلج باعتبار أنه ده تاريخ عربي إسلامي، عشان كده ركزوا لنا من سنار وانت جاي في التاريخ الحديث وحاول أهمه لنا تاريخنا القديم، ونحن تاريخنا القديم ده تاريخ قادر أنه يقود الإنسانية مش يقود دولة، قادر يعني قادرين أنه نبني دولتنا دي فيه كل القيم الموجودة عندنا، قيم الحكم موجودة عندنا، علاقة المجتمع بالمرأة موجودة عندنا بتفاصيلها، علاقتنا بباقي الشعوب موجودة بتفاصيلنا، ما محتاجين حاجة من برا ولا محتاجين أي مفهوم من برا، كل المفاهيم دي موجودة في تاريخنا، وتاريخنا ده بيثبت للناس لما تقرأ التاريخ بتثبت لأنه كل السودانيين ده الواحد من الشرق للغرب للجنوب كلهم واحد وبتساووا في 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 سودانيتهم دي وفي استحقاقهم بالتاريخهم القديم ده، التاريخ ده حق كل الناس، التاريخ الكوشي ده حق كل الناس. أستاذ وليد أشار للوحة الأجناس وأشار للاختلافات الموجودة عندنا من قديم الزمان، يعني من قبل 3000 سنة نحن جدودنا مصورين نفسهم بأشكالهم المختلفة، فيهم الزول الأسود وفيهم الزول القمحي وفيهم الزول الأخضر وفيهم الزول الأحمر، وكانوا متعايشين مع بعض، كانوا متعايشين في تناغم رهيب، وكان مصدر قوتهم في تنوعهم ده، وكان كل ما يتحدوا بيشكلوا مدرسة عظيمة جدا للعالم، وكل ما يتفرقوا بينهاروا. كل التاريخ لما تقرأه بتلقى أنه السودانيين بيتجلوا في وحدتهم وبينهاروا لما يبدوا يتفككوا ويبعدوا من بعض. نحن الآن المشتركات بيناتنا كمجتمع سوداني لما تقرأ التاريخ السوداني مشتركاتنا نحن كمجتمع أكثر من الفروقات بيناتنا، لكن نحن مضخمين الفروقات بيناتنا، وواحدة من مشاكلنا أنه نحن ما قاعدين نتعرف على بعض، نحن ما قاعدين نعرف بعض، يعني في الشرق ما عارف في الغرب ولا عارف عاداته وتقاليده، وفي الغرب ما عارف في الشمال عايش كيف، وأي زول بنظر للتاني باعتبار أنه ده الآخر، ما بنظر للتاني باعتبار أنه ده الأخ، ودي واحدة من مشاكلنا اللي حاولوا يخلقوا علينا الإنجليز قبل ما يطلعوا، وفي سبيل كده عملوا كثير وعملوا سياسات مدروسة يعني وعملوا لها مؤتمرات وكده زي سياسة المناطق المكفولة، كان الأصل فيها أنه يبعدوا الناس من بعض، يبعدوا الناس من بعض ويحصل فصل اجتماعي عشان تجي من بعده بسنين تحصل الحروب المدورين فيها نحن من سنة 56. فأنا أتمنى أنه نركز في تاريخنا القديم ده وحنلقى فيه كل حاجة ممكن تودينا لي قدام وتسوقنا لي قدام. وليد والله الحقيقة طبعا يعني بإشارة لكلامك عن سنار قبيل وعن أنه ركزوا لينا في المناهج الدراسية من سنار و جاي يعني بعد ذاك للعهد الحديث، يا ريت لو كانوا هم ركزوا لنا في سنار، لكن هم طمسوا لنا سنار. أكبر كذبة كذبوها لنا إنه سنار هي كانت أول مملكة إسلامية في السودان، أخذوا لنا المملكة الأولى الإسلامية في السودان اللي هي كانت مملكة تقل، وكثير من الناس قد يندهشوا إنه أول مملكة إسلامية في السودان كانت في جبال النوبة ولم تكن في شمال السودان. مملكة تقلي هي أول مملكة إسلامية في تاريخ السودان، في الوقت ذاك سنار وناس سنار كلهم كانوا بيلبسوا الصليب كانوا مسيحيين في الوقت ذاك، لأنه أساساً الإسلام بدأ يعني يدخل في المناطق دي يعني بصورة سياسية بعد 1504. فسنار كانت واحدة من أواخر الممالك السودانية العظيمة، من أواخر الممالك اللي كانت بتحمل الموروث الثقافي السوداني القديم، ولكن احتاج الناس في فترة من الفترات هؤلاء الناس اللي كتبوا لنا التاريخ احتاجوا لأنه يقوموا يعني يوجهوا التاريخ في مصلحة توجهات معينة تخدم المنطقة كويس، فبدوا يقاموا يحاولوا أن يكتبوا لنا عن سنار بأنها مملكة نشأت على قواعد ومفاهيم عربية وأنساب عربية وتفاصيل أخرى زي دي. العرب موجودين في السودان ولكن يعني ليس بالطريقة اللي قاعدين يروجوا لنا عنها. أول حاجة وضحوا لنا أن سنار كانت عبارة عن مملكة نشأت بعد حروب دينية جهادية بينهم وبين سوبا وأسقطوا سوبا، ودي كانت أكبر فرية
وأكبر جريمة ارتكبوها في حق التاريخ السوداني، منهم يصفوا قيام مملكة سنار بأنها حرب دينية، وهي لم تكن حرب دينية، لأنه زي ما قلت لكم يا جماعة هم المسلمين كانوا يا أخواننا موجودين في سوبا، وأكبر حي كان في سوبا كانوا مسلمين، ما كانوا محتاجين لأنه يحاربوا عشان ما يقوموا ينشئوا دولة. سنار هي نتيجة لمملكة نشأت بعد ضعف مملكة علوة، واحتاج عدد كبير من الناس بأنهم يتولوا مقاليد السلطة، لأنه أساسا مملكة علوة نفسها يا جماعة في أواخر أيامها كانت ضعيفة، وامتد النفوذ الحبشي فيها كثير، لدرجة أنه رأس الكنيسة في علوة هو كان البطريرك ديربيني الأسيوبي اللي هو حبشي. فانزعاج السودانيين من سيطرة الأحباش على علوة في الفترة الأخيرة، وبالذات السيطرة الدينية، خلاهم يقوموا ينتفضوا في انتفاضة سنار اللي هي أنا بعتبرها كانت ثورة ولم تكن حرب دينية. فقاموا ساروا على تسلط الأحباش، حتى قادة الجيش كانوا هم من الأحباش، ويا جماعة الجيش اللي حاربوه ناس عمارة دنقس وعبد الله جماع لم يكن يا أخواننا جيش سوداني كاملا، كان يا أخواننا جيش قادة كانوا يا جماعة حبش، وعديد يا أخواننا من أسلحة وأدوية كانت هي من الأحباش، ما كانوا بيكاتلوا يا جماعة في أهلنا السودانيين، لأنه أساسا يا أخواننا السودانيين كانوا يا جماعة فقدوا السلطة في سوبا اسمية. فبدل ما يقوموا يوضحوا لنا إنه ثورة سنار كانت ثورة ومملكة تصحيحية للتغول الأجنبي على السودان، وضحها لنا بأنها كانت حرب دينية بين الإسلام والمسيحية، عشان يا جماعة يحاولوا يزرعوا لنا الفرق ما بين ده مسيحي وده مسلم، وإنه الناس بينات الحروب، ونحن أخواننا تاريخيا ما عندنا حروب دينية، تاريخيا نهائيا ما قامت عندنا حروب دينية في السودان، لأنه أساسا نظرتنا نحن للدين هي نظرة سودانية، وكانت أساسا مميزة عن باقي الشعوب كلها، المسيحي مسيحي بطريقة إسلامية، والمسلم كان ذاته مسلم بطريقة المسيحي كان بطريقة سودانية، والمسلم كان مسلم بطريقة سودانية، كانت بتتم سودنة كل الأديان اللي بتيجي عندنا هنا في السودان، عشان كده ما كنا قاعدين نشعر بأنه هناك في مشكلة في حكاية الأديان والتطرف الفكري والهوس الديني، ده أساسا ما بنعرفه. جات سنار حكمت 315 سنة، دار الوثائق السودانية يا جماعة مليئة بالوثائق اللي بتتحدث عن سنار، يعني عز شديد على النخب الأكاديمية القديمة اللي جات يا جماعة مسكت بخت الرضا والنخب السياسية إنها تطلع المخطوطات دي وتقوم تدرسنا منها إن شاء الله 3 مخطوطات بس، وجابوا لنا مخطوطة كاذبة قالوا إنه دي قالها محمد ود عدلان لإسماعيل باشا، قال له لا يغرنك انتصارك على الجعليين والشايقية فنحن الملوك وهم الرعية. والحقيقة يا أخواننا أنه المانجيل الكبير محمد ود عدلان مات قبل يا جماعة جيش إسماعيل باشا يحتك بالشايقية في كورتي، فكيف يكون قال الكلام؟ يعني لما نحن بحثنا عن تاريخ وفاة المانجيل الكبير محمد ود عدلان ومقتله في سنار، كان قبل يا جماعة احتكاك إسماعيل باشا الأول مع الشايقية، وقبل الثورة العمل المكنمير، وقبل الحاجات دي كلها، فكيف يا أخوان إسماعيل باشا محمد ود عدلان يقوم يقول يا أخواننا بيت شعر زي ده؟ وأنا واحد من الناس الدرسوني يا جماعة بيت الشعر ده في المتوسطة، نحن طبعا الجيل بتاع المتوسطة وقريناه، القصيدة دي درسونا لا في كتاب التاريخ، وهي قصيدة كاذبة خدتوها يا جماعة عشان يبدوا يقوموا يزرعوا ما بين الناس من هسا الفتن كويس، عشان يزرعوا بيناتنا التفرقة. واتكلمنا بالحكاية دي، اتكلمنا مع شعبة المناهي، اتكلمنا يا جماعة مع وزارة التربية والتعليم، ولحد يوم الليلة الناس بيسوقوا لها، وقاعدين نتكلم حتى مع العديد من البروفات والدكاترة في التاريخ السوداني، انه يا جماعة انتوا كيف تسمحوا بانه يا جماعة نص زي ده منسوب لرجل عظيم سوداني مات قبل حتى ما يجي مواعيد النص ده، فكيف انكم تقولوا كلام زي ده؟ فعشان كده يا جماعة حاولوا قدر المستطاع انه يزوروا لنا تاريخ سنار ذاته، يظهروا لنا انها كانت مملكة اسلامية وبتعلي من شأن الاسلام ونشرت الاسلام في السودان، كانوا السودان ده كان يا جماعة ما فيه مسلمين، واساسا المسلمين كانوا قاعدين في السودان، الناس ذاتهم لما حكموا وعملوا سلطنة سنار قبالة كانوا رعايا لمملكة علوة، كانوا رعايا لمملكة علوة المسيحية دي وعايشين في أمان الله وما عندنا أي مشاكل. السبب الرئيسي اللي خلاهم ينتفضوا على علوة هو التدخل بتاع الحبش في علوة وسيطرتهم على الكنيسة الرئيسية في علوة وسيطرتهم حتى على قرارات الملك. الحاجة الثانية اللي عرفناها بعد دراستنا للتاريخ
إنه المعركة اللي حصلت في أربجي دي أساساً ما كان فيها ملك من علوة، لأنه الملك عفايق كان توفي قبل 31 سنة من المعركة اللي حصلت ما بين عمارة دونقس وعبد الله الجماع وما بين السلطة الموجودة في الوقت ذاك في علوة. إذا معناها الناس لما مشوا مشوا عشان يحرروا علوة، ما مشوا يا جماعة عشان يقوموا يسقطوها ويسقطوا الكنيسة، لأنه أساساً كان من وفاة الملك عفايق لم يتولى السلطة أي ملك يا جماعة موجود كان في سوبا، واستمر يا جماعة الحبش بإدارة الدولة لحد ما قام انتفضوا عليهم عمارة دونقس وعبد الله الجماع وحرروا علوة واستعادوا السلطة السودانية. هاي صح كانوا مسلمين، لكن هم ما كانوا بينظروا لنفسهم بأنهم مسلمين. وتكلمت لكم عن أنه في مجلس السلطان بعد أبو دقن كانوا في قساوسة وكانوا في شيوخ وكانوا في حتى الوثنيين اللي أساسا هم لا مسلمين ولا مسيحيين وكانوا عايشين في أمان الله. إذا السودانيين الهوس الديني ده ما كان موجود عندهم، ولكن المناهج اللي وضعها لنا حاولوا شوية شوية يقوموا يدخلوا فينا الهوس ويدخلوا فينا المفاهيم الزيدي، فحاولوا إنه يوصفوا لنا عبد الله الجماع وعمارة دونقس بأنهم عبارة عن مجاهدين في سبيل الله، والحقيقة هم فعلا مجاهدين، ولكن ما كانوا مجاهدين بالطريقة بتاعتهم دي، هم كانوا بيجاهدوا عشان ما يعلوا اسم السودان ويرجعوا السلطة السودانية لمكانها، لأنه أساساً الدين ده في السودان هنا السيف ما بينشره. وزي ما تكلم أخونا قبل شوية محمد أبو حراز بأنه أساساً لما الحروب اللي كانت بين المسلمين الأوائل وبين السودانيين انتهت لاتفاقية، ومن بعدها بدأ الإسلام يدخل بالتعايش بين الناس، لأنه أساساً نحن الحاجة إذا ما اقتنعنا بها ما حنقدر إنه نحن نقوم نمارسها ولا نقوم نقتنع بها. وبدأ الناس يقتنع بالإسلام، واللي استمر على مسيحيته استمر، واللي اعتنق الإسلام وكان الإسلام موجود. حتى يا جماعة إنه نحن أقدم يا أخواننا نقش مكتوب باللغة العربية لشاهد قبر لمرأة اسمها فاطمة إبراهيم إسحاق يعقوب. النقش ده يا جماعة المرأة دي ده شاهد بتاع قبر اتوفت سنة 735 ميلادية. إذا معناها المسلمين موجودين ومدفونين في السودان من 735 ميلادية، يعني قبل سلطنة سنار ب 800 سنة. فإذا كيف يا أخواننا يكون الإسلام دخل السودان وانتشر على يد سلطنة سنار؟ هو أساسا كان موجود زي ما إنه الأديان ذاتها كانت موجودة، ولكن يا أخواننا الناس اللي لعبوا لنا يا أخواننا بالشخصية السودانية عبر المناهج المزيفة شوية شوية، عشان أنت تعرف إنك أنت والله يا أخي أنت عربي كويس وانت يا اخي مسلم. واهلك ديل زمان جو ونشروا الاسلام ده بعد معركة عظيمة جدا اسمها معركة أربجي، كانت جهاد في سبيل الله كويس، وهزموا ناس الكفار ناس علوة، وهم الحقيقة ما حاربوا ذاته لا يعني في علوة ما حاربوا لهم ذاته ناس سودانيين لا كان كفار ولا كان غير كفار، هم حاربوا قادة وكنيسة كان يرأسها رجل اسمه ديري بني، وهم كلهم كانوا من الحبش، كانوا أساسا فرضوا نفوذ لما ضعفت مملكة علوة على السلطة في علوة. فالسودان ما فيه يا جماعة الهوس الديني ده، وزي ما قلت لكم إنه أول مملكة إسلامية كانت في تقلي عام 1430 اللي هي حاليا نسي بتقع في جبال النوبة تقلي العباسية، وهي يا جماعة دي أول ناس يا أخواننا أنشأوا يا جماعة الجوامع، وأول ناس يا جماعة قالوا الله أكبر وتوضوا وصلوا وكبروا ورفعوا الأذان. الوقت ذاك حتى السودان ده وسط وشماله ما كانوا بيعرفوا يا جماعة الموضوع ده. فإذا الفهم الخاطئ اللي اجتهدت النخب السياسية المضللة اللي تربت بثقافات تانية ما حقتنا أن إحنا جو حاولوا يقوموا يجوطوا لنا التاريخ بتاعنا ده ويقوموا يميزونا بأنك أنت والله بتنتمي لمجموعة عربية ونشرت الإسلام وإنت زادك ما من السودان وجيت من برا وافد وديل والله ناس أهل البلد وده وكده وكلام بالشكل ده. صحيح يا جماعة هناك هجرات جات للسودان، لكن يا أخواننا كانت فردية، لأنه يا جماعة ما في يا جماعة أي هجرة قدرت إنها تغير يا أخواننا في المجتمع السوداني لا شكلا ولا يا جماعة يعني ثقافة. ثقافتنا يا هزاته علينا هسه دي لحد يوم الليله في اعراسنا بنجرتك. الجرتك ده يا جماعه هو يا اخواننا طقس بتاع تنصيب ملكي متوارث في السودان من يا جماعه زمن كرمة. الليله هسه النقش بتاع التصوير والتجسيد بتاع الملك تهارقة في معبد اشمولين في انجلترا للاسف اخذوه مننا، هو كان في جيماتون جنب دونقلا، يعني المعبد جميل جدا للملك تهارقة شالوه كله ودوه انجلترا هناك
بحيطه ببرنداته بأي حاجة حوله، ما خلوا فيه حاجة، شالوا المعبد كله ومشوا خدوه في إنجلترا. هناك فيه تجسيد للملك تهارغا بشكل جردك بجردك بجردك، وفيه شال السبحة وشال المبخر ورابط الحريرة ولابس الضريرة وما في حاجة بتفرق شكل تهارغا من العريس السوداني إلا الكوبرا. الكوبرا طبعا يا جماعة رمز ملكي اللي هو رمز العنف، الرمز الملكي اللي بيعني بأنه حاكم الأرضين، يعني حاكم كوش وحاكم كيمت. المعلومة الثانية برضو يا جماعة الأخفوا عننا، طبعا الرمز ده سيقام إحنا بس خدتينا بدل الهلال هسا يعني في الأعراس وفي الحاجات الزي دي. المعلومة الثانية الأخفوا عننا وناس تانين برضو استفادوا منها، إنه أول حاكم وملك حمل لقب ملك السودان ومصر هو كان يا جماعة الملك بعانفي والد الملك تهارغا. شال اللقب ده رسميا مكتوب حقان كوش، حقان كيمت كوش هو اسم السودان القديم، حقان الحاكم، حقان كوش حاكم كوش، حقان كيمت ملك كوش ملك السودان وملك مصر في العام 720 قبل الملك فاروق ب 2800 سنة. وهسه المصريين طبعا بيقولوا لنا انه الملك فاروق هو ملك السودان ومصر، وبيحاولوا انه يقولوا انهم هم كانوا بيحكموا السودان. لا يوجد اي حاكم او ملك في كل الاسر الثلاثين الحكمت وادي النيل كويس من زمن الملك مينا حمل لقب حقان كوش حقان كيمت الا الستة ملوك بتاعنا العظماء، الملك كوشتو ومن بعده الملك بعانخي ومن بعده الملك شبكو ومن بعده الملك شبيتكو والملك تهارقو والملك تنوت امون اللي هو اخر واحد، دين هم الوحيدين اللي حملوا لقب حقان كوش حقان كيمت. وحتى اللي قاعدين يقولوه بانه اساسا الحضاره دي هي حضاره مصريه، الكلام ده غير صحيح، لانه عندنا نحن 33 ملك قبل الملك مينا بتاعهم اللي هم قاعدين يقولوا انه هو اول ملك واسس الحضاره المصريه. ولقينا حتى الاثار والاشارات الملكيه المتمثله في الصقر حورس. حورس يا جماعه هو ليس يعني زي ما الناس بتصوروا بانه هو اله، هو ما اله، هو نتر درجه ما بين البشر وما بين الآلهة، شخصية يعني شخصية روحية ملاك كبيرة ملاك كويس أو تجلي يعني مثلا يعني نتر يعني اللي هو تجلي يعني مثلا تجلي لغوة الإله يعني نعم. الإله عنده تجليات أيوة. فتجلي لغوة الإله في زي أسماء الإله نعم. هم متفقين طبعا يعني واحدة من الأشياء ممكن نكون أنا مختلف مع أستاذ وليد فيها اللي هي وحدانية الكوشيين القدماء أيوة. أنا أفتكر أنه الإله آمون اللي بيتكلموا عنه هو آمون معناته الخفي اللي هو الإله ما بيتشاف. بعد ذلك أيوة. عنده تجليات يعني تجليه في حماية الأمومة والطفولة مثلا بيكون في الإله بالسات اللي هو شكل الكديسة مثلا أو وخلافه كده. فهي زي التجليات أو تجلي لقوة الإله في الكائن الفلاني نعم صحيح. لذلك احنا اكتشفنا انه احنا اقدم منهم، وحاليا نسي في كل المنابر العلميه هم ما بيقدروا انه يقوموا يثبتوا عكس ما نحن بنقوله يعني. فنتمنى انه الثوره دي تبدا تصحح المفاهيم الخاطئه دي. انا بعتبر انه الثوره دي هي نتاج بتاع تململ للذات السودانيه من كل شيء، من وضعها من هويتها المشوهه اللي حاولوا الناس يسلبوها منها. الناس بقت ما عارفه روحها هي عرب ولا هي افارقه، والحقيقه نحن اقدم من العرب واقدم من الافارقه. فاذا في انتساب العرب هم اللي ينتسبوا لنا والافارقه هم اللي ينتسبوا لنا. حضاره ما نحن ننتسب العرب والافارقه ينتسبوا لهذه الحضاره السودانيه، الحضاره اللي هي اقدم حضاره شنت البشريه في التاريخ. نعم المفاهيم دي لابد من انها توثق، وانا افتكر انكم بعدتم ببحثكم العلمي. فزي ما قال حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب. ولين حقيقة والله هذه الثورة السودانية العظيمة يعني المتمثلة أساسا الآن في السودان،
يعني انا اقدر اقول يعني هسه اكبر انتصار حققت الثوره انه وحدتنا الان بمختلف بقاعنا على السودان، بكلنا السودانيين من مختلف ثقافتنا هويتنا اشكالنا الواننا، الان اصبحنا احنا جسد واحد، والان زي ما قال انتفضنا وصرنا من اجل شنو حقوق ومن اجل مطلب واحد، وازلنا زي ما قال النظام الجيزان الطاغي الظالم هاي زي ما قال بعز البشير، ولا زال احنا في البدايه امامنا زي ما قال لسه المشوار الطريق امامنا طويل، وعلى اساسنا احنا نبني الدوله السودانيه نرجع لماضيها كان احنا فيه اقوياء، فلذلك ينبغي انه يعني الاستعانه بكم انتم يا باحثين وفي البحوث وتصححوا لنا المفاهيم وتورونا حقيقه ثقافتنا ذاتها اللي هي الثقافه اللي بنعتز بها الثقافه الاصيله، وهي زي ما قال طالما هي اقدم حضاره عرفتها البشريه باعتبار انه احنا اقدم انسان، فاذا طالما اصلا احنا اقدم انسان فنحن الشعوب دي كلها اللي هي زي ما قال تشتتت مننا نحن، ما فينا والله نفتخر احنا بانه احنا الانسان الاول، لانه احنا لو ما الانسان الاول ما كان عندنا اقدم حضاره، ولكم التحيه والتقدير جعفر. شكرا جزيلا. فعلا نحن يعني عنصر بشري قديم، الان علم الجينات وفي علماء كتار شغالين على الجينات، هم متفقين في علم الجينات أن الإنسان الأول أصلا خرج من شرق أفريقيا. هو يا جماعة كمان عندنا مشكلة كبيرة جدا، السودان ده أنا ما أعرف هم ما بينه ليه دائما بيحاولوا يموهوا الأمور حوله، يعني لما يكون في بحث زي ده يثبت انه الانسان اقدم انسان يتوجد في السودان، يعني لغايه سنه 84 اقدم انسان عمره 24 الف سنه هو انسان سنجا في العالم كله، ده اقدم انسان يتوجد، واقدم تسلسل جيني للمراه اقدم تسلسل جيني يتوجد في الحاملاو والمراه في جزيره الصاي في الشماليه. فكل الثلاثة نظريات اللي بيتكلم عن أصل الإنسان كلها متفقة على أنه الإنسان ده خرج من شرق أفريقيا وأخذت مساحة أكثر، دخلت معنا أثيوبيا وكينيا لكن هي المنطقة دي، وأكيد الإنسان يعني السودان إذا ما كان أقدم إنسان فهو أقدم نسخة متحضرة من الإنسان، و وكمان التاريخ برضو بيثبت كده وكل البحوث ماشية في المجال ده، فنحن محتاجين نعرف ذاتنا أول. ويعني هسه أغلب الناس بيقولوا طيب التاريخ، الكلام في التاريخ، البحث في التاريخ كثير، لأنه بيقدم إجابات، يعني إحنا من بحثنا في التاريخ بحثنا بالأساس عشان نلقى إجابات لحاجات كثيرة جدا. لقينا شكلنا المشوه في السودان، مجموعة بتاع الثنائيات يعني مؤثرة في المجتمع السوداني، وما كانت ما مفهومة بالنسبة لنا، لكن لما تقرأ التاريخ بتفهمه وبتندهش بمعلومات غريبة جدا. يعني حتى الثنائية بتاعت أصيل ووافد دي انت لما تقرأ التاريخ بتندهش وما بكون عندك غير انك تضحك، يعني المجموعات اللي احنا بنسميها مجموعات وافدة او مجموعات عربية نكتشف انها هي اخر المجموعات اللي تبنت النسب العربي مثلا، اول المجموعات اللي تبنت النسب العربي هي المجموعات الآمي تفتكر نفسها هي أصيلة وما عربية وبتواجه الآخرين بأنه انتوا دخلة وانتوا عرب. يعني المثال بتاع العباسية تقلي هم أول مجموعة تبنت النسب العباسي في العباسية تقلي، الفونج أول من تبنى النسب الأموي، عائلة الكيرة في دارفور هم أول من تبنى وركز وكان بيأكد على النسب لأحمد المعقور مش كده، والنوبيين في الشمال انتساب لعمرو بن الربيعة وخلافه، فهي حقيقة هي ثنائية وهمية نحن المفروض نتجاوزها. السوداني ده واحد، تغيرت الألسنة ده، تغيرت الأشكال بناء على البيئات، تغيرت الألسنة، وأصلا ناس علم اللغة اللغويات اللغة دي بيقوموا بيشبهوها بالإنسان، يعني عندها صبة وعندها شباب وعندها هرم وبتموت وبتهاجر اللغات نفسها. فاختلاف ألسنتنا أو اختلاف سحناتنا هو مختلفات، حتى هي مختلفات كبيرة، يعني الخواجه ما يقدر يفرقنا نحن من بعض الا نحن نفرق بعض، وبعد ده نحن مفرقين بعض وبنفتكر انه نحن وصول مختلفه وكذا، لا انا بفتكر انه كل السودانيين ديل على الاقل ثقافتهم واحده وحاجه واحده ولما تدرس التفاصيل البسيطه في شكل فرحهم في شكل كرههم في شكل لبسهم في شكل عاداتهم
بتلقاهم كلهم متفقين عليها. يبقى الاختلاف شنو؟ الاختلاف بس في اذهاننا، انه انا مختلف منك. ودي رسخت لنا الكتابات بتاعت الخواجات والكتابات اللي قصدت ان توجد الشرخ ده. يعني اول زول او اقدم ناس كتبوا عن او اصلوا للفكره بتاعت الوافديه هو ماك مايكل. امشي تقرا الكتاب بتاع ماك مايكل تلقاه ما خلى لك عنصر اصيل في السودان. تكلم عن البيجا وقال هم عناصر جايه من الهضبه الاثيوبيه. وتكلم عن ناس دارفور وناس جبال النوبة قال جايين من غرب أفريقيا. وتكلم عن ناس الوسط قال جايين من الجزيرة العربية. فما خلى السودان زي كأنه بلد فاضي والناس جادوا. دي ما حقيقة طبعا، ده كله تشويه وتمويه يعني، وكله بيخدم أغراض. أيوة، هو كله بيخدم أغراض بالنسبة لهم، أغراض كبيرة جدا. هم ما قادرين يقتنعوا بأنه العنصر الأسود ده أو السوداني ده كان سايد العالم يوم من الأيام، ولا عايزين يعترفوا لنا بكده. ده كل الحاصل. لكن احنا زي ما عملنا ثورة يعني مجتمعية في السودان، الآن حنعمل ثورة ثقافية وحنغير من كل التشوهات الحاصلة في بلدنا دي، وحنعيش واحد وحتكون الحقوق متقاسمة، وحنعيش في بلد معافى إن شاء الله، وبلد متوحد. نتمنى كده، ونتمنى أن الثورة دي تكلل بالنجاح، لأنه راجينا كثير كمان بعديها. عندنا شغل كثير عايزين نشتغله، عايزين نشتغل على المناهج، عايزين نشتغل على الثقافة، عايزين نشتغل على توعية المجتمعات دي. فنتمنى أن السياسيين يعني يقصروا لنا الدرب ويقصروا لنا الطريق ويصلوا لاتفاق، والناس تقدر تشتغل شغلها. وأنا متأكد 100% أن الشعب السوداني شعب ذو شأن، وشعب حيكون عنده شأن. وليد لو عندك أي إضافة. أتمنى أنه أي ناس يجي يحكم السودان ده يا جماعة القدام، لازم يا أخواننا يعرفوا تماما أنه نحن ما حنسامحهم مرة تانية إذا قاموا فرطوا لنا في التاريخ. الحقيقة نحن حكمونا ناس في الإنقاذ وقبل الإنقاذ كانوا ما واعين بتاريخهم. لما تشوف المعبد بتاع الملك تلخماني في مدريد، وتعرف أنه المعبد ده من أهم المعابد اللي بيهتموا بيها الإسبان هسه حاليا هناك، لما تمشي مدريد بدل ما يمشي يودوك عشان تشوف حضاراتهم وثقافاتهم، هم بيجيبوك تشوف معبد الملك تلخماني في مدريد. المعبد ده أهداه الرئيس الراحل إبراهيم عبود هدية لوجه الله إذا ساكن لجمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر عشان ياخد قرض من الإسبان قام أداهم المعبد ده. لوحة فنية للملك المروي تلخماني. تلخماني ده يا جماعة ما زول عادي، لأنه الزول ده قباله كان في ملك أثر بشكل كبير جدا في تاريخ العالم القديم. كان قباله في الملك أركماني. الملك أركماني هو أول ملك وضع حد لغطرسة الدين وتغوله على الدولة. كان عنده جماعة كهنة كده لابخين القروش لفخ شديد، مسيطرين على البلد سيطرة شديدة. كانوا كيزان معلمين، وبعدين كانوا مسيطرين على كل الدولة المروية لدرجة انهم كانوا بيتغولوا على الملك نفسه. اذا في شيء كده ما عجبهم في الملك كانوا ما بريحوا. وكانوا حتى الملوك القبال انعزلوا بعض الملوك قبل الملك الكماني. يعني لما انت ما تنفع معهم بيقول لك والله يا اخي ما بيجي بيقوموا بغشوك باسم الدين، يعني بيجي بيقول لك والله الاله امون وضح لنا بانه ما راضي عنك ويا اخي تعزل روحك. الملك أركماني بدا شغال كان حمله اصلاحيه في الدوله المرويه. أركماني ملك عاش ما بين سنه 375 لسنه 360 قبل الميلاد. اسمه الحقيقي هو الملك أركا كماني. في ملك تاني اسمه قريب له اسمه أركماني، الناس بيقوموا بيلخبطوا بيناتهم. لكن أركماني العمل الثورة ده يعني أركماني القلبه حار ده الأركا كماني اللي عاش سنة 385 قبل الميلاد، تولى السلطة لحد 360 ميلادية. حاول أن يعمل إصلاحات حقيقية في الدولة بأنه يحاول يخلص السلطات بتاعت الدولة من النفوذ الديني الخاطئ. هو طبعا يعني الناس الزمان ديل كل الناس روحانيين، يعني هو ما داير يبعد الناس من الدين، لكن داير يصحح الطريقة بتاعت التعامل بتاعت الدين الغلط دي مع الدولة. يعني انك انت باسم الدين بتاخذ القرابين، باسم الدين بتقوم تنتزع الاراضي
والكاهن كان عنده سلطات بتصل لدرجة انه يحكم بالموت على الناس، الناس كانوا مقدسة يعني. فالكماني لما ضايقهم قاموا رسلوا له خطاب، قالوا له والله انه يا اخي الاله امون ما رضيان عنك، وتتنازل عن العرش وتقتل نفسك عشان ترضي الاله، لانك انت اغضبت جدا دخلت في صلاحيات الكهنة التالي. فالكماني ومن وعيه الكبير ومعرفته بانه اساسا ما ممكن ابدا يكون في دين بيجيز الباطل، وانه ما ممكن ابدا يكون في دين بيقوم يحل الحرام، قرر انه يقود الكتيبة الخاصة بتاعته ويمشي بيها جبل البركل اللي فيه الكهنة ديل، وقام جمعهم كلهم وقتلهم، وبعد ذلك عمل لهم جنائز ملكية تمام غياب جدا لأنهم كهنة وكده، عمل لهم الجنائز أكرمهم ويتخلص من نفوذ الكهنة في الدولة تماما. فدي كانت تعتبر في أدبيات المؤرخين التاريخيين سواء الإغريق أو المؤرخين الكلاسيكيين اليونان والرومانيين، كانت تعتبر عندهم أول ثورة تصحيحية للدين. ومن بعد ذلك يتكلم عنها حتى السائر الفرنسي العظيم ميكافيلي بأنه قال دي أول علمانية في تاريخ البشرية، أنه أول ناس مارسوا العلمانية في تاريخ البشرية هم المرويين. فنحن يا جماعة الأنظمة السياسية دي سواء كانت يا جماعة أنظمة دينية أو أنظمة علمانية، نحن أوائل الناس يا أخواننا المارسوا يا أخواننا الأنظمة الإدارية والحكم في العالم، كان سميحة كان شين عرفناه. فعشان كده لابد إنه يا جماعة نقرر تماما كيف إنه نختار الحاجة الصحيحة. ما محتاجين لواحد أسد يقعد لنا يا جماعة من واشنطن ويتكلم معانا يورينا يا جماعة العلمانية شنو. والله إحنا عندنا جدنا قبل 1800 سنة كان بيعرف كويس يقلع حقه من الناس تجار الدين. نحن شعب واعي تماما، ما محتاجين لشعوب تانية تعلمنا لا نظام ديمقراطي ولا نظام فيدرالي. نحن أول يا جماعة شعوب العالم المارست الفيدرالية، معروفة تماما يا جماعة في دراستنا نحن في التاريخ إن يا جماعة الممالك بتاعت العالم القديم كانت كلها ممالك قابضة، إلا يا جماعة المملكة الكوشية ما كانت مملكة قابضة ولا كانت مملكة مركزية، كانت مملكة بتقوم يا جماعة على نظام فيدرالي. تاريخيا نحن بنقول نظام عشائري لكن هو نظام فيدرالي، بأنه أي مجموعة يا أخواننا بتحكم نفسها عندها يا جماعة زعيمة أو مكها أو شيخة أو سلطانة، ويا جماعة كل اللي بيعملوا الملك الكبير يا جماعة أو الحاكم بأنه يقوم إذا الناس ديل دارين لهم زول بيجيبوا لهم بيقولوا الله يا أخي إحنا دارين لك الزول ده بقى المك بتاعنا تباركوا، فقام بيقوم بباركوا لهم. الحكاية دي يا أخواننا النظام ده موجود من زمان، لكن هي مجموعة يا جماعة هي اللي بتطبق الثقافات اللي بتنفع معها والقوانين اللي أساسا كانت بتناسبها، واستمرت الحاجة دي يا أخواننا لحد زمن سنار كانت مستمرة بنفس الطريقة. المتتبع لتاريخ سنار الأخفوه عننا النخب الأكاديمية إنها كانت دولة فيدرالية مكتملة، كانت نظام فيدرالي رفيع جدا. ماك سنار أو غور سنار كانت وظيفته وظيفة سيادية روحية، لكن ما كان عنده أي سلطات على أي إقليم من أقاليم السودان. فازولي عندهم مك، كان المك بتاعهم مات بيجيبوا المك البعد وبيجوا لغور سنار ولو يا أخي اخترنا الزود وباركوا لنا. عندهم هناك قوانين، عندهم أعراف، عندهم أحكام نظام حكمهم اللي بيقوموا بيحكموا بها. الزول اللي بيسرق عندهم هو عندهم نوع حكم، الزول اللي بيسرق في جبال النوبة عنده حكم تاني، أنا ما حقدر أطبق والله الحكم ده والحكم ده على الزول. عندهم الزول عندهم الدية بتاعتهم بيدفعوها بذهب، في ناس تانيين الدية بيدفعوها ببقر. المهم الناس دي يا جماعة كان عندهم أنظمتهم، فما كانوا بيتدخلوا في النظام الداخلي لحكم المناطق. كل اللي كانوا بيعملوه انهم بيأيدوا السلطة اللي بيختاروها الناس دي. لما المكشن دي يموت بيقوموا يعينوا مك تاني، بيقوموا بيمشوا بيه طوالي وبيجوا بيه لسلطان سنار، والله مات المك عبد السلام عينا المك إدريس ود الفحل بدله بباركوا له، لكن ما بيتدخل في تعيين مك في مك. المانجيل في قري بيأدي نفس الوظيفة بتاعت مباركة المكوك، كل واحد في منطقته، كل الناس كانوا بيحفظوا نظامهم وبيحفظوا حاجاتهم براهم، لكن وقت الشدائد كلهم بيتلموا. لما جاءت الحملة بتاعت الإمبراطور إياسو
للسودان في عهد الملك بادئ أبو شنوخ. وطبعا الحملة دي هي كانت حملة متأخرة، ولكن يعني كانت عبارة عن انتقام لمقتل قسيس كان مرسل من الفاتيكان اسمه ديلارول، وقتل في السودان في عهد الملك بادين احمر. قتلوه قطعته رقم ذاته، ما جايبين خبر ده قسيس ولا ما قسيس عشان ينهبوه يعني. فالصلاط اول امبراطور الملوك الحبش طالبوا السلطان بادين احمر انه يجيب لهم الناس ديل، وما يعني قال لهم انا ما حقدر اجيبه لكم، ما عارفون هم ذاتهم منو يعني، لكن حنفتش يعني نسال اهالي المناطق في المنطقه دي اذا يعرفون سلموا لكم. فحصلت بعد ذاك مشاكل في اثيوبيا، اتاخرت الحرب 40 سنه لحد ما جه زمن السلطان بادي ابو شلوخ. قاد الامبراطور اياسو جيش ضخم جدا من اثيوبيا ويتوجه به عشان ما يغزو به سنار، واتجمعوا كل السودانيين مع السلطان بادي ابو شلوخ وقاتلوا الاحباش في معركه ضخمه جدا هي معركه الزاكياب. المعركه دي يا جماعه عشان تعرفوا الوحده اللي كانت موجوده بين السودانيين، القائد العام بتاع جيش الفوج في الوقت ذاك هو جنقل المسبعات ده من دارفور. الوقت ذاك دارفور سلطنه براها، سلطنه براها وعندها اعرافها وعندها قوانينها، ولكن القائد العام بتاع جيش الفوج كان هو جنقل عيسى المسبعات. كويس. نائب القائد ده كان الشيخ محمد اللمين والمسمار المانجيل في، لكن لانه جنقل كان عنده معرفه بالحرب اكثر عينوه هو القائد العام. قاتلوا معاهم كل الاسنياد الموجوده في السودان جات اشتركت في المعركه. ناس جو من الشرق، ناس جو من الغرب، ناس جو من الوسط، ناس جو من الشمال، كلهم جو صدوا العدوان الحبشي على السودان. فالسودانيين يا جماعة من زمان حنان مع بعض، ما محتاجين انه يوروهم يعملوا شنو وقت الحارة لأخوانهم. لكن يا جماعة الأنظمة المركزية اللي حاولت تنتهجها بعد ذاك التركية بدأت يا جماعة تجعل المشاكل، لأن السودانيين يا جماعة ناس معتزين بثقافات ومعتزين بتقاليده. أي منطقة من حقها إنها تمارس تقاليدها، وأي حق من حق أي منطقة من حقها إنها تنشر ثقافتها وتتكلم بلغتها. فمحاولة فرض ثقافة معينة على كل الأقاليم السودانية ده خطأ تاريخي، لأنه إحنا أساسا تاريخيا ما كان بنعمل حاجة زي أي ناس بثقافتهم وأي ناس بسياستهم وأي ناس بحكامهم اللي هم بيختاروهم، ما في زول بيتدخل. أنا من هنا من الخرطوم من السلي والي ما بيعرف أي حاجة عن جنوب دارفور، مشى أوديه هناك لا عارف عادات الناس ولا تقاليدهم، أودي لي والي الشمالية ما عارف عادات الناس، خلي الناس تختار هي ناسا اللي بيعرفوهم واللي بيقوموا بيفهموا يعني تقاليدهم وحياتهم. فالسودانيين يا جماعه ما نسوا يا جماعه كل الانظمه السياسيه اللي بيتبجحوا بها الناس برا في العالم، من ديمقراطيه كان من مركزيه كان من دينيه، نحن يا اخواننا مارسناها، ما محتاجين لاي شعب يجي يعلمنا تجربه سياسيه جديده، عندنا في تاريخنا ده كل انواع التجارب السياسيه. المحتاجين له انه نحن نعرف تاريخنا كويس عشان منه يا جماعه نقدر يا اخواننا نستلهم الحاجه الصحيحه ونبتعد من الحاجه اللي قبل كده ادخلتنا في مشاكل. عشان كده بندعو كل الشباب والشابات انه يا جماعه يبحثوا عن تاريخهم، وبنطالب يا جماعه اي حكومه تجي بانها يا جماعه تركز على كتابه تاريخ السودان وتدريسه للاجيال الجايه، عشان ما يجينا ثاني يا اخواننا رئيس ما عارف. عبود اهدى المعبد ده لجمال عبد الناصر، جبعد النميري برضه قام شال سيف بادئ ابو شلوخ اهداه هديه للسادات، شالوا اهداه للسادات هديه. سيف ملك زي الملك بادئ ابو شلوخ عنده رمزيه كبيره جدا، ده الملك اللي حطم غطرسط الامبراطور اياسو في معركه الزاكياب، شال السيف بتاعه اهداه للسادات لما جاء هنا بيجي عشان يسلم عليهم. فنحن ناس يا اخواننا ما عارفين تاريخنا، لانه لو عارفين تاريخنا ما بنعمل كده، ما بنعمل كده، ما بنقوم نشيل مقتنيات اسلافنا ونقوم نهديها للناس بكل بساطه. دارين الناس تعتز باثارها، دارين الناس تعتز باجدادها وتحافظ على حاجات اجدادها عشان ما تقدر انها تقوم توري الناس التاريخ العظيم ده. مؤسف جدا انه سيف زي سيف السلطان بعدها بشلوخ حتى انور السادات ذاته ما اخذته في متحف القاهره، شالوا قال لهم خطوه في متحف النوبة في أسوان. كويس؟ وخدت انه في ركن كده ده مطرق. ما منه أي
يعني حتى تلاقي لما تمشي هناك الا لما تلاقيه كاتبينها بالراحه كده ده سيف الملك السوداني بعد يوم ما بيعني لهم شيء يعني بالنسبه لهم ما بيهمهم لكن احنا بيهمنا لانه الرجل ده في عهده قدرنا انه احنا نحقق نصر عظيم جدا لعدوان خارجي فكل بكل البساطه دي تبقى. ولا كيف يا محمد أنور يعني فحكايه الفوج وسنار دي كده حقه تراجع كلامك اللي قلته قبل والله عموما احنا سعيدين جدا الليله انه يعني التقينا بكم وكانت يعني خطوه ارتجاليه وحبينا بس نتكلم كلمة بسيطة عن تاريخنا وعظمته كده ونحن بنفتكر انه يعني شغالين ثورة من فترة طويلة لنا سنين كباحثين سودانيين بنشتغل وحنواصل شغل نحن بهمنا في النهاية انه نقدر نوصل للناس يعني نوري الناس ذواتهم يعرفوا هم منو يعرفوا تاريخهم فيه شنو عشان يعتزوا بأنفسهم ما دارين سوداني يمشي خاطر راسه في الأرض انت سوداني مفروض ترفع راسك فوق في كل الأحوال انت سوداني معناته انت عظيم انت سليل العظمة ولازم تصل الرسالة دي لكل الناس ان شاء الله و ليه قدام لغاية ما شايف الأخ عنده سؤال يعني منه طيب السلام عليكم طيب أنا دار أسأل سؤال لمصلحة مين تم تشبيه تاريخ السودان ده السؤال الأول طيب هل هو فشل للنخبة السياسية والثقافية ولا هو بيدخل تحت مظلة الكولينالية العالمية دي ولا هو ده فشل داخلينا ده السؤال الأول السؤال الثاني أدونا روشتة صغيرة كده عشان نعيد بها الحاجات للمسار الصحيح شكرا الأخ سأل لمصلحة منو تم تشويه تاريخ السودان ودي ده سؤال كبير جدا لكن على العموم هي تقاطعت المصالح حول تاريخ السودان عشان كده تم تشويهه أول حاجة في مصلحة مع كل أسف مصلحة أوروبية بيضاء نظرة بيضاء العنصرية بتفتكر أنه أي تاريخ للعنصر الأسود لازم يتم وقته عشان يثبتوا علو كعب الرجل الأبيض في العالم دي أول مشكلة واجهها التاريخ السوداني والآن في مجموعة من الدكاترة والبروفات والباحثين حتى الأفارغ الباقين بيحتفوا بالتاريخ السوداني وقايدين حملة ضخمة جدا وبيفتكروا أنه ده تاريخ أفريقي والكولونيال أو المختصين الأوروبيين حاولوا أنه يشويهوا خدمة لحاجات تانية طبعا هي فيها تقاطعات حتى عقدية يعني فيها تقاطعات عقدية بالنسبة لهم هم في كده فصعب جدا بالنسبة لهم يعترفوا بأنه العنصر الأسود ده هو كان سباق في صناعة الحضارة صعبة جدا انه يهضموها ما تتهضم لهم بالسائل دي واحدة من الاشياء في كمان ايديولوجية داخلية مع كل اسف تبنت النخبة السياسية السودانية في الفترة اللي فاتت وكانت ماشية في نهجها برضو كانت خصما على التاريخ السوداني في نظرة بتفتكر انه السودانيين لازم يتبنوا هوية اسلامية عربية فبالتالي بيفتكروا انه التاريخ ده ما بيعنيهم كثير ودي دائما نظرة الناس الكبار والناس القدام اللي هو لسه جايين مشجعين بالافكار القديمة بتاعت مع شجرة النسب وبتاعت التمايز والكلام ده فدي واحدة برضو من المصالح كان في مصالح سياسية بالاضافة لانه حتى التعنت الديني في ناس بيفتكروا انه ياخذ كلهم كانوا ناس كفار وعبدة اصنام وكذا وبتاع ده رؤيته للموضوع هو المفروض ان احنا ننسى الموضوع ده وما نتكلم فيه اصلا فهي بتتقاطع كميه من المصالح حول الموضوع والمضرر الوحيد هو الشخصيه والانسان السوداني ده بالنسبه لسؤالك السؤال الثاني ما متذكر كان شنو السلام عليكم التحية لكم الأستاذ الأساتذة السؤال بتاعي بالدارجة كده
بيقول انه احنا كنا بنسمع عن قبل دخول الانجليز البنيه الجسمانيه بتاعت الانسان السوداني كانت ضخمه، فالان في الوضع الراهن نلاحظ انه البنيات الجسمانيه بالنسبه للشعب السوداني في انخفاض او ما شابه. فهل انه بنسمع احنا قبل اليوم انه الخواجات دخلوا لنا الثقافه بتاعت الوجبات كويس زي الفطور والغداء والعشاء على اساس تحجيم البنيه الجسمانيه لحد معين مثلا؟ شكرا. والله الحقيقه بالنسبه لسؤال الاستاذ انا عاوز يعني اقول له انه اساسا الروشته دي موجوده، احنا تاريخنا غير مخفي وغير خفي، نحن من اكثر الشعوب الحاجة دائرة طمنكم بها يا أخوان، نحن أكثر شعب يتحدثوا عنه المؤرخين سواء الأوروبيين أو سواء حتى المؤرخين الإسلاميين. هناك يا جماعة المئات وقد تصل إلى آلاف الكتب اللي بتتحدث عن تاريخ السودان، وحتى الكولونيال اللي أنت ذكرتهم يعني هم بالمناسبة خدمونا خدمة كبيرة، بالرغم من أنه كان لديهم غطرسة لكثير من عباراتهم يعني لما يتكلموا عن تاريخ السودان، ولكن يتحدثوا بالمناسبة عن الموروثات والعادات السودانية اللي نحن بنمارسها اليوم وكانت أيضا تمارس قبل آلاف السنين. وكذلك أيضا يرجع عليهم يعني الفضل يعني في معرفة العديد من أسماء ملوكنا يعني القدماء يعني وتواريخهم والفترات اللي حكموا فيها، حاولوا انه يقوموا يحسسونا بانه ملوكنا ديل هم اقل قيمه، لكن احنا لما تعلمنا ولما بقينا احنا مرانا بننقب عن اثارنا وبنقوم بالراجعه مع المراجع العالميه وبنفك الترجمه للغات القديمه، عرفنا انه بعد ذاك ملوكنا ديل كانوا يعني عظمتهم اكبر واكثر وابعد بكثير مما هم كانوا يقولوا. فالكولونيال ما أزونا شديد، نحن أزونا يعني للأسف الشديد النخب السودانية يعني اللي تولت إدارة الدولة من بعد الاستقلال وهي أهملت التاريخ، ركزت في علوم كثيرة جدا هي كويسة وجميلة ورائعة يعني طلعت لنا مناهج جميلة جدا يعني بطل رضا طلعت مناهج راقية جدا في زمنها كانت ما موجودة في كل العالم الثاني العربي وحتى العالم الآخر يعني حتى التجربة بتاعت بطل رضا تجربة أعيدت يعني أعيدت صياغتها وإنتاجها في الهند ونجحت جدا، وبعد ذلك حتى الإنجليز نفسهم هم التجربة دي قاموا بعد ما طبقوها هنا شافوها نجحت طبقوها في الهند وشافوها نجحت فقاموا استلهموها وطبقوها عندهم هناك، يعني هم كانوا في البداية دارين يجربوها عندنا نحن جربوها بعد ذاك عند الهنود، فهي كانت تجربة راقية غير سيئة، لكن الناس اللي كانت يعني منوطة بها مسألة المناهج التاريخية ما كانت أساسا شعرة بأنه التاريخ ده هو تاريخ مهم، كانوا مفتكرين أنه نحن مجموعة من الأوباش ومجموعة من الدراويش زي ما كانوا الإنجليز بيقولوا علينا كويس، وكنا ناس غجر وناس باربريان وهم جو حضرونا وقاموا ثقفونا وجعلوا مننا يعني ناس متحضرين يعني، وهم ما كانوا عارفين انه في وقت من الاوقات احنا حتى الاسرى بتاعتهم كنا بنخطهم بجنازير من ذهب يعني زي ما كانت الجنازير بتاعت الملك نستاسي كويس، يعني نزل بيحترم حتى الاسرى عنده كان جنازيره لهم من الذهب، فده ما شعبي هي ابدا على الاطلاق، ما محتاج لشعبي ثاني يجي يعلمه الحضاره يعني. بالنسبه لسؤال الاستاذ عن اجسام السودانيين، هو المرويين بشكل عام القدماء السودانيين كانوا مشهورين بالاعمار الطويله. يعني يقول لك يعني بلاد القوم ذو الاعمار الطويله. كانوا بيعيشوا وبالتاكيد دي عندها علاقه بالنظام الغذائي، لكن ما عندها علاقه بالنظام الغذائي بس، عندها علاقه بالنظام الغذائي بجانب السلوك الحياتي. لانه احنا اساسا يا جماعه مجتمع قائم على الزراعه وعلى الري. وديل الاثنين يا جماعه يعني هم اللي كانوا بيأثروا في تركيبنا الجسماني اكثر من الاشياء اللي نحن بنتناولها. يعني لحد هسه زمن ابهاتنا وجدودنا كويس اللي كانوا بيمارسوا الزراعه او منهم اللي بيمارسوا الري كانت اجسادهم قويه جدا وكانوا ايضا بيعبروا يعني كان ليه لانه كانوا بينتجوا وكانوا بيعملوا، فنحن المجتمع طبيعه عملنا يعني اتغيرت ومما بقينا فنيه و...
والحكايه بعد ذاك اتغيرنا شويه في طبيعه الحياه، بقت شويه فيها المرونه وفيها الليونه، حتى الازياء بتاعتنا اتغيرت. الجلابيه دي يا جماعه ما بالشكل، يعني الجلابيه في القرن التاسع عشر والقرن العشرين ما كانت بنفس الهيئه دي، ما واسعه وفضفاضه كده. كانت الجلابيه مشدوده على الجسم او قريب تقدر تقول عليها طاي. ليه؟ لانه الزول يا جماعه لابس الجلابيه ده بيركب له حصان، بيركب له حمار كويس، وبيركب له ابل، وقد يكون لابس الجلابيه يوم ويومين لما يكون مسافر لحته، فلا بد انها كانت تكون بتسهل له طريقه الحركه. العراقي برضه ما كان بالشكل الواسع ده، لكن كل ما الناس ارتاحت قامت عملت لها عراريك واسعه وجلاريب واسعه، وناس رطبت كده زي حسين خوجل وعمل له عمه قدر الليل وبكره يعني، لكن ما كانت الحكايه للدرجه دي يعني. شكرا. اولا انا فخور جدا اني اسمع المحاضره دي، وحزين انه انا جيت متاخر جدا. فبس سؤالي سؤال بسيط، انه رسالتكم انتم كباحثين، الفات بس اللي جاي، الاجيال اللي جايه، الخطه بتاعتكم شنو انتم كباحثين انه الاجيال اللي جايه تعرف تاريخها القديم المطموس؟ انا بسميه المطموس، لو كانت من سياسات داخلية أو لو من أفكار غربية أو أوروبية، إنه الناس ما بتعرف خلفيتها، فخطتكم أنتوا كباحثين للفترة الجاية وللسودان الجديد وللجيل اللي جاي الجديد، خطتكم شنو؟ إنه الحياة والخطط والمخطوطات وكل الأبحاث السودانية عن وعن السودان عموما، يعني المملكة الكوتشية المروية، يعني الناس عشان تعرف يعني شنو 75 أهرام يعني، واللغات القديمة. فأنتوا كباحثين دوركم شنو؟ أو خططكم المستقبلية اللي جاية شنو؟ إنه هل الحاجات والأبحاث البرة حتجيبوها وحتواصلوها وحتجوا تنزلوها للناس عشان يقروها كمناهج؟ يعني التاريخ كما يجب أن يكون. فانتوا خطتكم شنو؟ لانه التاريخ السوداني يكون كما يجب ان يكون، التاريخ الحقيقي المقموص. شكرا لك. انا سؤالي بسيط بس، انه الاثار السودانيه معروف انه معظم الاثار السودانيه الان في اوروبا وغيرها من المناطق، فخطه شنو المستقبليه انه نرجع اثارنا؟ الواحد بيكون حزين لما يدرس طلبته وهم بيكونوا زاروا المناطق دي وزاروا الاثار دي، يعني بكلمه كله بحرقه ذاته كونه شاف اثاره في المتاحف الغربيه. شكرا. لا انا ما متخصص لكن بدرس. ادم الحاج عبد الله، ادم الحاج عبد الله خريج الزعيم الازهري. سؤال الجيل الحاضر تقريبا بيقول كيف نسق في التاريخ اذا كان الحاضر يزور امام اعيننا؟ وانا افتكر سؤال بالنسبه لهم هم موضوعي جدا لكميه المتغيرات على مستوى بنيه الدوله السودانيه في تعاطيها للمعلومات، وعلى مستوى التواصل الجيلي نفسه. السؤال الثاني، دار الوثائق هي المرجعيه بالنسبه لنا نحن بالنسبه للمؤلفات التاريخيه، وانت تفضلت انه سيف بعد ابو شلوخ ادوه للسادات، وقبله برضو واحد من الموروثات القيمه جدا ادوه لواحد من الناس زعماء المصريين. كيف نثق في انه هو المؤلفات الموجوده في دار الوثائق هي نفس المؤلفات اللي الفت او اللي اسست او اللي ساقت التواريخ بالنسبه لنشاه السودان ومجموعات السودانيه؟ شكرا جزيلا. بالنسبه لسؤال الشاب حول نحن دورنا هيكون شنو او حنعمل شنو، نحن من فتره طويله كمجموعه بتاعت مهتمين وباحثين حاولنا ننشر ثقافه علم التاريخ، وركزنا على مركزية الحضارة السودانية،
وعملنا حاولنا نستغل السوشيال ميديا وعملنا مجموعة. الآن عندنا في كل السوشيال ميديا عندنا مجموعات ممكن كل الناس تخش عليها، هتلقى فيها الكثير جدا المفيد والمدهش، وهتلقى نقاشات ممتعة جدا. عندنا مجموعة اسمها حضارة وادي النيل، عندنا مجموعة اسمها كوش أرض الحضارات، عندنا مجموعة اسمها أرض الأغواس بلاد كوش، ومجموعة كبيرة من الـ عندنا تأسيتي برضو مجموعة كبيرة وضخمة. بالنسبة للآثار أطلقنا حملة أهلية لحماية الآثار، وطبعا دور حكومي، ولكن نحن نفتكر أنه مفروض يكون في مساعدة أهلية، فأطلقنا حملة اسمها الحملة الأهلية لحماية الآثار. وإن شاء الله لقدام الخطة أنه تدعم المكتبة تضم برضو مشروع، يعني هو مبادرة أطلقت أنه نعمل مكتبة تضم كل ما كتب عن السودان، كل ما كتب عن السودان يكون داخل قبة واحدة وداخل مكتبة واحدة. بالإضافة لأنه بنحاول نشجع الشباب أنه يقروا عن تاريخهم ويعرفوا عنه أكثر وكذا، وده كل الدورة بنقدر نعمله هسي لغاية ما تتوفر لنا أدوات ممكن نقدر بعد ذلك نتكلم عن المناهج ويكون عندنا دور في تغيير المناهج وخلافه. شكرا جزيلا. بالنسبة لي سؤال الأستاذ عن كيف أن الناس تثق في التاريخ السوداني، قلت لك أنه التاريخ السوداني ده مدوم بشكل يعني من الصعب جدا تصويره، لأنه أول حاجة التاريخ السوداني ده يعني علم التاريخ نفسه المعلومة فيه لابد من أنها تحقق بأكثر من مصدر، والمعلومة اللي بتكون مصدرها واحد دائما ما بتكون معلومة قوية، يعني بتذكر في علم التاريخ لكن بيشار لأنه مصدرها واحد. يعني مثلا الملك تهارقة معلومة إنه قاتل الآشوريين وقام بتحرير أورشليم اللي هي القدس من سيطرة الآشوريين، حرر العبريين، دي طبعا يا جماعة جميلة نحن يا أخواننا طالبنا للجماعة دي، لكن هم بعد ده ما دارين نكون ظريفين معنا. الملك تهارقة قام بتحرير أورشليم من الآشوريين، المعلومة دي اللي هي القدس كويس، المعلومة دي تاريخيا مذكورة في مراجع مختلفة لشعوب مختلفة وبلغات مختلفة، يعني ذاكرينها العبريين في الكتاب المقدس بايبل، ذاكرينها الآشوريين بلغتهم الآشورية في النقوش بتاعتهم، وذاكرينها أيضا الكلدانيين البابليين الكلدانيين، بأنه الملك الكوشي ملك مصر والسودان قام بتحرير المنطقة، فدي معلومة جايانة من أكثر من مصدر. فالعلم بتاع التاريخ دائما مصاحب له البصحيح هو علم الآثار، والآثار دي بتصحح يا إما عن طريق وثائق بتعود لنفس المرحلة، يا إما عن طريق نقوش أو آثار بتعود برضو لنفس الفترة، وبنت بتكون بتحقيقها بعد ذلك. فما من الصعب انه نحن نطلع المعلومات الصحيحه ونثبتها بالطرق الاكاديميه المتبعه، واللي اساسا بتجعل المعلومه مؤكده بما لا يدع مجالا للشك فيها. لكن اساسا التاريخ دائما فيه بعض المعلومات اللي هي اساسا قائمه على التحليل، فدي نحن برضو الناس لابد انه بعد ذاك الناس المختصين في التاريخ والناس المختصين في الآثار انه يقوموا يقعدوا ويقوموا برضو يقوموا يحللوها، لانها برضو بتضيف معلومات تانية. بالنسبة لإدارة الوثائق السودانية بشكل عام، الوثائق الموجودة هي وثائق بتتكلم عن طريقة شكل الحكم، معظمها هي بالمناسبة بتعود لفترة الفوج وبعد ذاك الفترة بتاعت المهدية والفترة بتاعت التركية والفترة بتاعت الحكم البريطاني. الإنجليز شالوا معظم الوثائق بتاعتهم معاهم، بس كل 25 سنة بيقوموا في كلنا مجموعة من الوثائق، لكن الآثار المخطوطات الموجودة في دار الوثائق محفوظة بشكل ممتاز. ليه؟ لأنه أساسا ما في مجموعات يعني مهتمة بها أساسا ولا عارفة قيمتها، لكن الناس درسوها. نترحم هنا على الراحل العظيم محمد إبراهيم أبو سليم، يعني طلع عدد منها كبير وشرفه، لكن لا زالت موجودة هناك، ونتمنى إنه الباحثين السودانيين طلبة التاريخ الحديث يسمح لهم بإنه يدخلوا دار الوثائق، لأنه دار أنت كيف يكون عندك دار بتاعت وثائق والسلطة ما بتسمح لطلبة التاريخ بإنه يدخلوا دار الوثائق؟ دار الوثائق نحن بندخله بالمعرفة وبندخله بالواسطة،
كويس. وزول اللي بيدخله بيقول لك يا اخي اسمع عليك الله بالله 10 دقائق ولا 15 دقيقه. دي دار بتاعت وثائق هي بتتحدث عن تاريخ الشعب ده من حق اي مواطن سوداني انه يدخل ويطلع عليها. لابد انه يكون في شفافيه في تاريخنا عشان تكون في شفافيه برضو كمان يا اخواننا في حاضرنا. والناس ما تقوم يا جماعه تخاف من التاريخ، لانه التاريخ ده تاريخ احنا ما حنقدر نغير فيه شيء، لكن قرايته حتعلمنا انه احنا ما نقع في الاخطاء اللي ممكن يقعوا فيها الناس الثانيه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم ناجي من جامعة السودان اليوم والتكنولوجيا. فأنا يعني خلال حديثكم الشيق والمستنير عن التاريخ وعن الحضارة السودانية القديمة، فكانت يعني كان كلام يعني ممتع وكلام شيق، ويعني عملت إضاءات يعني زي ما بقولوا شمعة في وسط العتمة أو شمعة في وسط الظلام يعني. فما حصل يعني لقينا حتى يعني شباب في عمركم بيتكلم عن التاريخ بصورة يعني عميقة كده يعني. فأنا ما حصل حضرت يعني مرة أي محاضرة أو ندوة تاريخ، لكن أنا أقول شنو؟ إنه الأمريكان يعني في جامعة أوهايو قالوا إنه النوبة اكتشفوا أمريكا قبل كريستوفر كولومبوس في جامعة أوهايو. ممكن ترجع للصحافة لمحمد وقيع الله، مع انه محمد وقيع الله تبع الجماعه سقطوا قبل ايام دي، لكنه كان كتب في مذكراته الكلام ده. فقال انه يعني لانه لقوا المناجم الحديد في بيرو ونيفادا وهندرواس نفس المناجم الحديد الموجوده في 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 مروي وفي كوش وفي النبته وفي المماركه اللي بين القديمه عموما يعني. وكذلك النمرود اللي كان عن ابن بابل ابن كوش يعني. حتى الحضاره البابليه هي يعني عندها صله عرقيه او صله قرابه مع الحضاره النوبيه. ف لكن الكلام ده كله شنو؟ الناس حكموا السودان، انا قاعد اشكك في وصولهم السودانيين ببساطه يعني. عثمان اسهلي امشي اقرا لجريده الناس اللي كان بحضرها مكي محمد مكي، ولما دار ينافس عبد الله خليل بك الامير الراعي عبد الله خليل بك، قال في عثمان اسهلي شنو؟ عثمان اسهلي عنده وصول من غرب افريقيا، بالتالي انه ما بيهتم بالحضاره النوبيه يعني. انا حاجه ما عندي اصل فيها. المسلمين ليه بيهتموا بحضارتهم؟ لانه هم يعني بيعتقدوا انه هم فراعنه، اي مسلم هو فرعون يعني. كان جمال عبد الناصر، كان محمد نجيب، كان انور السادات، حتى محمد علي باشا التركي الالباني هو الباني، حكم مصر من 1805 لحد 1953 الملك فاروق مع حفيده الثالث تقريبا. فهم كانوا يعتبروا نفسهم فراعنه يعني، عشان كده حافظوا على على الاسم بتاعهم وتاريخهم. وبعدين الميديا العامل بتاعت الميديا، لانه مصر قاعده في 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 بين ثلاثه غازات، افريقيا اسيا اوروبا، فده ساعد الحضاره يعني. هسه في العلماء ناس شارل البوني، انتوا هسه ما شايف ما ذكرت لك ان شارل البوني كان حقه يفصلوا الحضاره النوبيه والحضاره السودانيه من الحضاره المصريه او من المصريات، وما ضامنينها مع المصريات يعني، مع الحضاره المصريه يعني، مع المصريات. هو طالب بذلك. وعدد من العلماء بين الاثار اكتشفوا بعض الاسرار انه الفراعنه القدام او الفراعنه القدام سوري هم لونهم اسود يعني، حتى من المبالغه يعني. واحد قال واحد اسمه الدكتور اسمه خليل، انا عندي ما اعرفه، قال مره مشوا متحف في من المتاحف تقريبا في الكرنك ولا في الاقصر ولا وين في الجيزه، قال لقوا انه العمال بتاع المتحف شغالين بحي النار بيشيلوا البشره عشان يقولوا الفراعين لونهم ابيض، لكن اصلا الفراعين لونهم شنو؟ اسود. لونهم اسود. وانا اخترت امون قبل كده في امريكا، كان زاهي حواس، مش زاهي عبد السميح حواس انتوا بتعرفوه تمام، قال جابوا انه لونه ابيض. حتى حصل في اثناء الندوه اول محاضره كان مقدمه حصل بيناته مشاجره مع الانجلو الافرو امريكان. في حاجه ثالثه بين المساله بتاعت الاستعلاء، الاستعلاء الارضي. ما في سوداني افضل من السوداني اصلا، ده حاجه معروفه يعني. الادلاك استعملوا السودانيين كلهم وبدايتهم من الشمال لحد ما ابادوا الشرقيه وكده وكده، لكن هم الشرقيه الان طبعا الشرقيه اكثر ناس يعني الاتراك خدتهم في مناصب يعني بعديه اعلى من السودانيين.
فدي يعني من 1832 فجاء لو قلت لك تتهامش المركز والهوية والديمقراطية كانت هوية لأبكر على المسماعيل طبعا مثقف سوداني لكن مهمش لأنه ما بنتمي لوسط النيل الأرضي والشمال النيل الأرضي لأنه بنتمي للغرب من تماما يعني فدي كل أشياء أثرت في الحضارة السودانية فقال إنه تراتبية بدأت سنة 1832 يعني فضلوا الجاعلين على الشاقية الشاقية على الطناقرة الطناقرة ما انهم بطنوا فضلوهم على عرب بتاع الجزيرة الشكلية والبطاحين وكذلك كده اما عرب اما الناس الساكنين في الغرب كان حتى في قبائل في الغرب بصورة عربية يعني هسه زي المهلية والمحاميد والشرطية دي لونهم ابيض من الشمالين الشرطية ده البيض عليهم لونهم زي المغاربة لكن بعد ده كله النظرة الدنيا اخذتوا الادراك لحد هسه ما تتغير يعني كده يعني يا دوب بقت في حاجات تظهر في السطح انه شخصيات كده تظهر في السلطه فجاه كده يعني زي ما حصل هسه في التغيير الاخير ودي نائب المجلس الانتقالي هو من الغرب من المهليه يعني فهم يعني حتى بيشككوا ده كده ده كده ده كده والحكم بتاع خليفه عبد الله التعاشي في الارض ده تشويه كيف؟ تشويه غزير جدا جدا بيحطوا انه خليفه عبد الله التعاشي من الغرب يعني فيعني العقليه الاستعلائيه موجوده بصوره كده وما في ذولا نسب الحضاره السودانيه لنفسه هو ثاني في اشكال يعني انا ده بقول له الفرق بين النوب والنوبيشن انا اللي دامك ده انا من النوبه بتنجي غريب بتنجي كنت فاهم زورو شافني ما حيقول انا من النوبه بتنجي كنت فاهم لكن ده اصله دمنا كده معركه الاربكي الاربكي دي بلغتنا يعني احنا العرب بنقول لها عرب و جي او اربكي ما مصطلح كلمه من توصل شغال عرب تاجي بلغتنا يعني العرب جايين فدي المعركة حصلت ويعني أربي والحصايصة وبربر وشمدي وكرمكور وأنبكور والمدن دي كلها أسوبة كلها أسامي نوبية ما في اللغة العربية كلمة بربر ولا لغة العبرة ولا دنبرة ولا أي حاجة الفاشل نيالة كل هذه كلمات غير عربية مطلقة يعني لكن رغم ذلك إن السودانيين بيعتقدوا نفسهم إنهم هم من آل البيت العباسي الهاشمي وما إلى ذلك يعني الدراسة اللي عملوها ناس إبراهيم علي الشيخ مدينة الخطوم الأسبق ومنتصر إبراهيم الطيب وهاشم يوسف حسين وفتح الرابعة السودانية بالتحديد في الشمال الوسط النيلي وفي النيل في الوسط النيل الأرضي والشمال النيل الأرضي طلع جيناتهم جاية من غرب أفريقيا سافروا وزوسترن أفريقيا يا عمي يعني وأقرب الفلاتة والهوسة حتى في قبيلة في الشمالية ما أدري أذكرها أصلاً فيها غياداتها هسه من النظام البائد مؤثرة هم أقرب بطبيعتهم التعامل مع الناس بتميزه بالحرص والبخل أقرب لقبائل بتاع غرب أفريقيا ما عندهم السخاء بتاعنا بتاعت الوسط بتاعت النيل يعني الكرم أصلاً صفة قديمة منسوبة لدى النوبة يعني فحتى في القرآن لما تيجي تقرأ القرآن في سورة سورة لغمان لغمان دي قصة شنو؟ ما في سورة حيقتنع بلغمان أصلاً من النوبة كان قاضي في أحد سيدنا موسى وسيدنا موسى أمه ينسى شنو؟ صفورة صفورة دي في النهاية النوبية وحتى سيدنا إسماعيل هاجر الهداوة الملك النوبي وكثير من الأشياء لكن الحاجات دي أنا بنجهلها ليه؟ لأنه حدا بقينا نوبة يعني باختصار شديد يعني إحنا ما لنا نكون أفارقة لأن نكون عرب يعني. نحاول نعلم من الشارع العربي والسودان من حلفة لحد النمري ما فيه صحابة مدفون مطلقا مغابر الصحابة في مصر لأنه كان مصر العليا جزء من السودان أسوان وأسيوط وتلك المناطق وأسف على الإطالة وأشكركم شكرا جزيلا ونتمنى لكم التوفيق وطبعا الآن السودان في مرحلة مصيرية نتمنى يعني طبعا العمل عليكم حيكون شاق ونتمنى أنكم تتوفقوا ونشكر كذلك العلماء التاريخ الغداء ما ذكرت أبراهيم أبو سليم هو أبراهيم سليم عشان أصول النوبية فقط عشان كده يهتم بالتاريخ بصورة يعني متعمق أكثر كذلك في محمد سيد الجداري و يوسف فضل حسن من الحق اختبار وضيف الرب وكل هذه الأشياء نشكركم على هذه الفرصة شكرا شكرا الأستاذ شكرا على ثقافته ومعرفته العالية بالتاريخ السوداني طبعا عندنا نحن بعض الإشكاليات حقه نوضحها لأنه الأستاذ واقع فيها عندنا إشكالية بتاعت مصطلحات في الأساس يعني تكلم عن 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 النوبيين وكذا وهو سأل الفرق شنو بين النوبيين والنوبة وكذا وأنا حابي أوضح حاجة عشان الناس تكون فاهمة شكل التاريخ السوداني كان ماشي كيف أول حاجة نحن من كرمة مرورا بنبتة مرورا إلى مروي ده اسمها الحضارة الكوشية دي الحضارة الكوشية لغاية 300 لغاية القرن الرابع الميلادي
ما كان اصلا في مسمى نوبيين او نوبة في التاريخ. المسمى ده جاب مع الممالك المسيحية اللي هم اول ملك ذكر انه هو من النوباتيين هو الملك سيلكو. ده اول ظهور اسست مملكة اسمها نوباتيا والمقرة وعلى ودين ممالك المسيحية. هنا ظهر اسم نوبة. هنا دي الفترة الأرخوا فيها المؤرخين العرب للتاريخ السوداني، فكان بيأرخوا ده كان المنهج بتاع المؤرخين العرب. آخر نقطة بيصلوها بيسموا عليها اسم التاريخ، يعني نوباتيا مملكة نوباتيا تكلم عن كل الشعوب السمراء العايشة جنوب مصر باسم النوبة، في حين أنه الاسم الأصلي هو الكوشيين. أول ظهور للاسم ده كان قبل الميلاد 100 وحاجة قبل الميلاد، تكلم عنه المؤرخ راتوسينز، قال أنه النوبات هم كانوا شعوب بتعيش غرب النيل وشعوب خاضعة للكوشيين، جزء من الشعوب الكوشيين زي ما تكلم عن النظام الفدرالي أستاذ وليد قبيل. لكن ظهوره كاسم كمسمى لنا هو مسمى يجمع كل السودانيين، مع الفكرة المسمى ده مصطلح، والمصطلح ده يندرج تحت كل السودانيين. يعني كان حتى لما نيجي يكتبوا العرب المؤرخين بيقولوا نوبيين بيجا مثلا، هل البيجا نوبيين عرقا؟ فيلا هي المشكلة فهم التاريخ من ناحية عرقية، دي واحدة من المشاكل اللي بتواجه التاريخ. اسم نوبيين ده مصطلح نوبي يضم تحته البيجا والنوبيين المسمين الآن نوبيين والنوبة المسمين الآن نوبة والجعليين المسمين الآن جعليين وخلافه، هو مصطلح عام ما غير قابل للتجزئة ومصطلح حديث حتى. لكن اتفق علماء المصريات أنه يسموا تاريخ النوبي وتاريخ مصري. تكلمت عن علم المصريات، علم المصريات أضاف التاريخ النوبي كتاريخ نوبي متأثر بالحضارة المصرية، ودي واحدة من المؤامرات الكبيرة جدا. عشان كده عملوا التقسيم بتاع نوبي ومصري عشان يقللوا من شكل التاريخ بتاعنا. لكن تاريخنا أصلا اسمه كوشي وحضارة كوشية وكده. بعد ذلك في تداخلات كثيرة جدا، الموضوع بتاع المسميات والدلالات اللغوية وكده سبحان الله لقيناها مدهشة جدا في كل القبائل السودانية وكل اللغات السودانية. يعني قدر ما تقعد مع لغة سودانية تلقاه بيفسر لك معاني تحت الكلمات بتاعت المناطق ومعاني أسماء وكده بلغته. تقعد مع واحد عنده لغة تانية يفسر لك نفس الأسماء دي برضو بلغته كده عن طريق المغاربات اللغوية. المغاربات اللغوية دائما هي قرائن وليست أدلة. أما بخصوص أمريكا اللاتينية وحضارة أمريكا اللاتينية، اتكتب الكتاب ذي كم بفور كولومبوس، وكتاب شهير جدا، كتاب عالمي شهير، أنا أتمنى أن الناس تطلع عليه. تتكلم عن أنه في بحارة قبل الميلاد تحركوا بالبحر ووصلوا لغاية أمريكا اللاتينية وأنشأوا حضارات هناك وكده. فعموما التاريخ الكوشي تاريخ مؤثر جدا جدا. حتلقى انه برضه في الدرافيديين في الهند برضه عندهم ارتباط جدا بالسودانيين، والغريبه تشوف شكلهم سودانيين حتى لفه العلم بكل تفاصيلهم سودانيين يعني. وهم بيقولوا ان اصلا اصولا اصولهم جايين من النيل من نهر النيل وكده اسمهم الدرافيديين. كذلك في مناطق كثيره جدا من العالم الكوشيين في فترة من الفترات كانوا منفتحين على العالم، كانوا بيثيروا ووافل وبيثيروا استكشافات وكذا. فأنا شخصيا لا أستبعد وصول أمريكا قبل كولومبوس بآلاف السنين، وأنا واحد من الناس استمتعت جدا بقراءة الكتاب ده. وشاكر مرة ثانية للأستاذ، كتر خيركم وإن شاء الله حنلتقي بكم مرة ثانية. وعفوا لينا انه الندوه دي كانت ارتجاليه جدا وما كانت مرتبه، لكن ان شاء الله من هنا قدام نعمل واحده مرتبه ونلتقيكم من جديد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني كلمتين بس. السلام عليكم ورحمه الله. عبد الواحد عوض مهندس. انا بسال عن الاثار بسال عن الاجانب اللي بيجوا وبنقب بدون رقيب عليهم، يعني هل الحاجات دي قاعد تتعرض لسرقات ولا ما سرقات؟ لانه بيستخدموا الاهالي في العمليات السطحيه دي بعد كده بيمشوهم يعني.
الثاني في سرقة قريبة اللي هي في شارع عرقين في واحد سليم حصل السرقة قريبة، وحتى الناس قاعدة تمشي تزور الكهوف بعد ذاك اتفرغت من محتواها. كان في شركة تركية اللي هي حوالي 45 كيلو، شركة تركية 45 كيلو، بعد ذاك الشركة أعلنت إفلاسها ووزعوا الناس العاملين على ودهم 6 شهور مقدم بتاع مرتبات. بعد ذاك الناس جات اتضح لهم انه الحتة دي كانت فيها آثار تم سرقتها يعني. بعد ذاك الشارع اتواصل نفس الحاجة دي في السنتين الفاتوا دي يعني. فأنا دار استوضح الحاجة دي. الحاجة الثالثة اللي هي علاقة التوبة السوداني بالتوبة الموريتاني، في تشابه شديد يعني، في هل في ازدواج بتاع صغابة تقارب؟ شكرا جدا. والله يا اخي السؤال بتاع التوب ده يعني احنا ذاتنا قبيلك نسينا ما تكلمنا في التوب. التوب يا جماعه السوداني الحالي ده اللي بيلبسوه يا اخواننا النساء السودانيات، هو يا جماعه نفسه بيه طريقته بيه اي حاجه فيه دي هي اللي كانت يا جماعه بتلبسه المراه السودانيه في زمن مروي. ظهر التوب في التصاوير بتاع الكنداكا اماني شاخيتي والكنداكا اماني تولي، وظهر ايضا التوب في التصاوير بتاعت الوصيفات اللي بيتبعوا للملكات. فالتوب اساسا السوداني يعني هو موروث سوداني قديم. قبل كده كان في يعني شخصيه برلمانيه اتكلمت عن انه التوب ده جل السودان عن طريق موريتانيا. والحقيقه انا والله زعلت جدا يعني انه زول يصل البرلمان وهو ما عارف تاريخ التوب اللي بيلبسوه امهاته وحبوباته. يعني لما نحن اساسا نساءنا كانوا بيلبسوا التوب، موريتانيا ما كان فيها اساسا بشر ماشي. التوب السوداني توب سوداني لم يفد من اي حته من برا. من هنا ممكن يكونوا يتعلموا بعض الناس التانيين في الشعوب الثانيه انه يقوموا يلبسوه، لكن المراه السودانيه لحد اللحظه دي يا جماعه كويس ما عندها اي حاجه من الكماليات اللي بتستخدمها جايه من برا، سواء التوب سواء الحنه سواء المشاط. وللاسف الشديد يعني هسه بعض الشابات الوحده تمشي الكوافير وبتقول والله انا ماشيه امشط شعري حبشي، وهي ما عارفه انه اساسا الحبش ذاته شالوا المشاط من حبوباته، لانه اساسا المشاط هو موروث سوداني قديم. فالتفاصيل حتى الخمرة حتى الدلكة اللي احنا لقيناها في الحفريات اللي تمت في النقعة والمصورات، حتى يا اخواننا حفرة الدخان موجودة يا اخواننا في النقعة والمصورات. فما في حاجة يا اخواننا من التفاصيل اللي بتمارسها المرأة السودانية التجميلية دي جاياها من برا، دي كلها حاجات يا اخواننا قديمة جدا وليها في السودان آلاف السنين. كذلك يا جماعة برضو العراقي الكهنة يا أخواننا كانوا بيلبسوا العراريك، الكهنة في زمن مروي كانوا بيلبسوا العراريك، وأساسا اللبس السوداني لبس أصيل لحد يوم الليلة ما تغير. يا دوب المرأة السودانية بدأت تقوم تستخدم مساحيق تجميلية جاياها من برا يعني ما هنا. ده بالنسبة لي موضوع التوب. بالنسبة لي موضوع الآثار، الآثار السودانية يا جماعة موزعة على 22 متحف ضخم جدا حوالين العالم، والحقيقة الآثار دي يعني هي طلعت بحسب اتفاقيات حصلت بين الحكومات اللي كانت موجودة في السودان من زمن الحكومة التركية، ومن بعدها الحكومة الإنجليزية عملت معاهدات كبيرة مع جامعات اشتغلوا في الآثار. أول واحد استكشف في الآثار كان ليبسيوس 1844، قباله كانت في عمليات بتاعت نهب تمت يعني سنة 1836 في راجل إيطالي اسمه جيوفاني فانتيني، جاء دمر لنا الأهرام الموجودة في مروي دي عشان يسرق المقتنيات الموجودة فيها، وبالفعل استولى على مصوغات ذهبية قيمة جدا للملكة أمون شاخيدي، وأسي حاليا بتعرض في عدة متاحف حوالين العالم. لكن في آثار كثيرة مرقت بالمعاهدات اللي تمت بين الحكومات المستعمرة والجامعات الثانية البرة يعني بالذات في زمن الإنجليز، فطلعت عدد كبير جدا من الآثار. فعملية استعادة الآثار محتاجة لضغط شعبي وضغط دولي، وبتخيل لي أساسا ما في مشكلة، وربما إنه أساسا العديد من المنظمات العالمية والأمم المتحدة إنها تتبنى معانا الحاجة دي إذا شعرت بإنه الشعب السوداني والحكومات السودانية قاعدة تطالب
بالأشياء دي وأصرت عليها فممكن ترجعها. ومثال يعني عن زاهي حواس يعني كويس تقول زاهي حواس خدم مصر خدمة كبيرة جدا. زاهي حواس طارد الآثار المصرية برا وجابها. زاهي حواس استرجع المومياء بتاعت الملك رمسيس الثاني وكانت موجودة في نيويورك وجو استقبلوها استقبال ملكي واستقبال بالجيش المصري ورجعها للمتحف المصري سنة 1996 وجابها من نيويورك. فأريد أن احنا يكون عندنا ناس يعني عندهم الحس بتاع المسؤولية. كمان في نفس الوقت الناس اللي عندهم حس المسؤولية موجودين في التاريخ السوداني، لكن المشكلة إنه الحكومات ما كانت بتهتم للأشياء اللي بيقولوها. علماء التاريخ عندنا عظماء في السودان نادوا وصدحوا بآرائهم لكن الحكومات ما ساعدتهم، لأنه أساساً الحكومات جارية دائماً يا أخواننا وراء المكاسب وجارية يا أخواننا وراء دارين لنا كم مقعد هنا في البرلمان، كان سواء حكومات ديمقراطية أو حكومات شمولية كلهم كانوا يعني نظرهم ضيق بأنهم ما مهتمين بالتاريخ السوداني ومهتمين بتثبيت أقدامهم، وتضيعت علينا حاجات كثيرة جداً وخلت ياهو الهوية بالشكل ده. الشعب السوداني زي ما قلنا في لوحة الأجناس يعني إجابة من الكلام اللي قاله الأستاذ إنه أساساً الملوك اللي أنت بتقول إنهم ملوك مصريين وما فيهم لون أبيض وما فيهم، لا فيهم اللون الأبيض، فيهم اللون الأسمر، فيهم اللون الأسود. ووادي النيل ده يعني من السودان ولحد جنوب مصر فيه كل الألوان الموجودة في العالم. لوحة الأجناس اللي لقيناها في 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 الآثار بتوضح تماما عدد كبير جدا من الشعوب جايين مستقبلين الملك، وفي نفس الوقت كمان فيهم كل الألوان، فيهم الزول الأصفر، فيهم الزول الأبيض، فيهم الزول الأزرق، فيهم الزول يعني الحالك السواد. لأنه يا جماعة الدراسات حتى يا أخواننا الدراسات العلمية بتاعت الدي ان اي أثبتت إنه الإنسان المتمدن الأول في العالم عاش ما بين بحيرة تشاد وتلال البحر الأحمر يعني في السودان هنا بيجي. فهذا الإنسان المتمدن الأول اللي منه يا جماعة قامت انتشرت البشرية. فعشان كده يا أخوانا الإنسان ده فيه كل الجينات. فاللون الأزرق ده في السودان لون أصيل، اللون الأصفر ده في السودان ذاته لون أصيل، لأنه أساسا جدهن المرق البشرية دي هنا ده بيجي شايل كل الألوان دي. فنحن ما محتاجين لأنه تجينا هجران عشان تقوم تغير في أشكال، لكن ما بتتجاوز الأشكال بتاعت السودانيين اللي انت شايفها. اللي انت شايفه دي الاشكال بتاعت السودانيين الموجوده من زمان. فما في شكل سوداني واحد معين، لانه اساسا لقينا جينات في يعني الدي ان اي لقبيله المساليت. اذا تكلمت قبل عن الدراسه بتاعت بروف منتصر، اولا بروف منتصر في اكثر من حته يتكلم انه اول حاجه ما شال اي عينات من قبيله الشاقيه وال 50 عينه من قبيله الجعاليين، وقال انه اساسا في دراسته ما اتكلم ابدا ولا طلع نتيجه، قال انه مثلا الناس زي جايين يا اخي من غرب افريقيا او جايين من كده، ودي قالها في اكثر من منبر كويس وكمر وجابها في الجريده، وطالب الجريده اللي قالت الكلام ده كويس بانها تعتذر، وغرمه بالمناسبه بروف منتصر الطيب وهو معانا نحن في المجموعات، ويوم ان شاء الله انا حستضيفه لكم هنا ده في المنبر ده كويس. فدي كلها اشاعات عشان ما تحاول تقوم تمزق النسيج الاجتماعي. لكن بنفترض انه إذا السودانيين ديل جو من غرب أفريقيا يا أخواننا هم طلعوا من هنا، كان مشوا غرب أفريقيا وجو ما مشكلة، لأنه يا أخواننا أصل البشرية هو السودان. المحاولة بتاعت إنه الجدلية بتاعت وافد وأصيل أن إحنا نتمنى إنه السودانيين يتخلصوا منها، دراستنا للتاريخ عشان نتخلص من جدلية وافد وأصيل. يعني بل إنت تفضلت تكلمت عن الزعيم إسماعيل الأزهري بأنه أصوله من غرب أفريقيا. زعيم اسماعيل الازهري اصوله ما من غرب افريقيا، لكن حتى لو بقت اصوله من غرب افريقيا طالما انه جه السودان ده استودن واجداده جه السودان استودن، وهذا الرجل عمل عمل عظيم جدا ونحن بنفتخر به جدا الزعيم اسماعيل الازهري. لازم يا جماعه نتخلص من الجدليه بتاعت اخواننا جاي من غرب افريقيا وده جاي من الجزيره العربيه وده جاي من تركيا. يا جماعه اي زول تضع قدماه يا اخواننا الارض دي هو يا جماعه بقى سوداني وتسودن. توماس رينان قال مقولة كبيرة جدا وجميلة، قالها سنة 1826، قال لأي إنسان على وجه الأرض، بروفيسور توماس رينان، أي إنسان على وجه الأرض عنده وطنين، الوطن الأول هو السودان، الوطن الثاني هو البلد اللي عايش فيه، دلالة على إنه الرجل ده اقتنع تماما وآمن بإنه السودان ده هو منبع البشرية. فإذا طالما إنه نحن منبع البشرية لابد أن نكف عن إنه نحن نتكلم عن جدلية الهامش و وافد واصيل، احنا كلنا واحد. شكرا لكم كثير يا جماعه.
طبعا الكلام ده مهم جدا، بعدين موسع ضايف يا اخوانا في مجلس البحثين السودانيين. بسم الله الرحمن الرحيم، وهلا محمود. عندي سؤال، عايز اعرف نظرة الاخوة الباحثين بالنسبة لموضوع الهوية ومساهمتهم في معالجة ما لحق بها من اشكال ومن لبس في عهد الانقاذ وفي الحكومات السابقة. معلش يعني انت قلت اسمع الاسر عمل شيء عظيم، فلك انا بقول لك انه ما عمل شيء عظيم، لانه عمل كانت في عهده زمن الجودة وعم بالجودة. حدثت عنها الكثير يعني كل التحدث كان اغلبيته كده، فما مشيت انه لاقصى الجنوب او لاقصى الشمال، فمعلش بعتذر. والله الحقيقه يا اخي احنا تكلمنا من قبل، كنا تكلمنا يعني وتكلمنا عن جبال النوبه كويس، وتكلمنا عن المناطق، حتى انه احنا تكلمنا انه اساسا اول دوله اسلاميه ظهرت في السودان كانت في جبال تقل، بس انت جيتنا متاخر كويس، وانه الناس قاموا زوروا التاريخ ده وعملوا انه اول دوله اسلاميه ظهرت في سنان. فاحنا دراستنا للتاريخ متجرده تماما، ما بنقصد بها جهه معينه في السودان ولا قاعدين نقوم نخفي حاجه، اي حاجه احنا في التاريخ بنتحقق منها بنقوم نذكرها من باب العبره كويس. وبنقول دائما للسودانيين انه يا جماعه تاريخنا ده يعني ما تختشوا منه، تكلموا في اي حاجه فيه عشان تقدروا يا جماعه تعرفوا الاشياء والخطا الموجود فيه والناس تقوم يعني تصححه يعني. وان شاء الله مره ثانيه برضو حنتكلم برضو عن العظماء من كل الاقاليم السودانيه، لكن يا جماعه احنا حريصين جدا بانه اخواننا دائما احنا نستخدم كلمه السوداني، ما دارين نقول يا جماعه بجاوي، لا دارين نقول جعدي، لا دارين نقول نوباوي، لا دارين نقول من كده. يا اخواننا السودان احنا فترنا من التصانيف دي، لانه التصنيفات دي هي بالمناسبه اللي يعني اخرت المجتمع السوداني بالشكل ده. واساسا لما انا اقوم افحص دي ان ايه عند الجعليين وافحص دي ان ايه عند البجر القاه واحد، ولما افحص دي ان ايه عند الجعليين وافحص دي ان ايه عند المساليت والقاه واحد. انا يا اخواننا شين فائده الكلام اللي نحن بنقول فيه ده، وانه نحن دايرين نبني لنا يعني مستقبل قائم على هويه واحده تجمع كل السودانيين، اصل واحد وهويه واحده للجميع. وان شاء الله حننجح، حننجح باذن الله وحنتجاوز كل العثرات وكل الاشياء اللي دخلونا فيها الناس. بالنسبه لسؤال الاستاذ حول جدليه الهويه، نحن شخصيا اغلب الباحثين في التاريخ السوداني مقتنعين تماما بان الحضاره السودانيه كافيه انها تشكل هويه لكل السودانيين. البلد مرة بثلاثة مدارس فيما يخص الهوية، مدرسة العروبية ودي بدأت من زمن سلطنة السنار، والغريبة غادتها والمتبنينها كانوا في الأطراف قبل ما يتبناها المركز، كلام ده قبل قلناه. وبعد ذاك جاءت المدارس بتاعت الغابة والصحراء وجاءت المدرسة الأفريقانية وخلافه، كلها تنهزم أمام الثقافة السودانوية. نحن كلامنا كله عن الثقافة السودانية وعن الحضارة السودانية الكافية أنها تشكل لنا هوية، وأن التاريخ السوداني ده كافي أنه يزيل كل الاحتقانات الموجودة بيناتنا، وكافي أنه يشكل لنا هوية نقدر نواجه بها العالم بقوة ونقدر نبني بها دولة عظيمة، وقادر أنه ينسف كل الادعاءات بتاعت الثنائيات اللي هي رجعت البلد لورا وكده. والبقر التاريخ حقيقة بيتأكد تماما أدو السودانيين ده كلهم في الأصل واحد، الكلام ده قبل قلناه، كلهم في الأصل واحد وثقافة واحدة وكده، مع اختلاف البيئات اللي بتقوم بتعمل اختلافات في السحنات أو اختلافات على مستوى اللغات وخلافه، لكن في الأصل نحن سودانيين. كفاية خير يعني نحن ليه إلا نفتش هوية تانية برا السودان؟ نحن نفتكر أنه الأفارقة في الأساس سودانيين والعرب في الأساس سودانيين، فإذا نقول نحن أصل البشرية والدين إيه بيثبت أنه نحن منبع البشرية، والتاريخ بيثبت أنه أقدم يعني أركولوجيا أقدم إنسان وجد هو في السودان لغاية سنة 84 إنسان سينجا، والناس علم الجينات بروف منتصر وخلافه، علم الجينات يثبت أنه أقدم تسلسل جيني وجد في السودان. معنات السودان أصل البشرية، نحن أصل البشرية، ليه نفتش أصول ثانية؟ نحن سودانيين ونفتكر أن تكفينا جدا سودانيتنا ونعتز بها ونسوقها لقدام، وكافية أن تسوقنا لقدام وتبني لنا بلد.
شكرا جزيلا يا جماعه، مناسب جدا لانه عندنا كمان خيمه خاصه بالباحثين في التاريخ واقفين فيها من جبال وتعبانين وكده، ونحن للاسف لو الموضوع طلع شكله ما جميل ان شاء الله حنلتقي بكم ثاني. شكرا جزيلا. طبعا الناس اللي بيتابعوا لايف، في زول قال من شده متحمس للمحاضره لما صفقنا قبل شويه، هو ذاته يجي فراو كده وصفق بيحضر في اللايف في التليفون. طيب يا اخوانا، في ناس تزال من الموقع بتاع الخيمه بتاع الباحثين السودانيين. الخيمه جنوب شارع التقاطع، شارع القياده مع شارع البلديه، اللي هو ورانا بالضبط اللي هو مركز تدريب سودان ايرويز. وانت ماشي على شارع المطار بتلقى المسرح بتاع الباحثين السودانيين موجود. بعد قبلنا في ثوار العباسيه، ثوار بور سودان وتنسيقيات. فكل يوم يا اخواننا هنا ده احنا بكون عندنا ثلاثة حاجات ثابته، منها محاضره عن الوعي، ومحاضره عن الاسعافات الاوليه، ومحاضره بتاع تدريب الناس على الخطابه الجماهيريه. دي ما قدرنا نعملها الليله لانه اتاخر المحاضره دي، وهيكون المحاضره دي ان شاء الله ثابته، اللي هي بتاع تاريخ السودان القديم، عشان الناس ترجع تثق في نفسها وتعاين لنفسها بصوره مختلفه. احنا لا عرب لا فارغ، احنا سودانيين. الناس الباقيين العرب والافارقه يقولوا هم ذاتهم سودانيين. حريه سلام وعداله والوعي خيار الشعب، حريه سلام وعداله والثوره خيار الشعب، حريه سلام وعداله مدنيه خيار الشعب. هتسمعوا اشاعات بعد شويه انه قبضوا ما عارف اسلحه في مدرمان ودخلت القياده وبتاع، اشاعات هتسمعوها بعد شويه، هتكون لافه، وانه والله يا اخي المفروض انه الجيش يستعدوا ما عارف والدعم السريع وكلام زي ده. الجيش والدعم السريع ده يستعدوا يسلموا السلطه المدنيه للشعب وانتهينا. بس يعني مدنيه ضد الحرامي. يلا السلام عليكم ورحمه الله، اشوفكم بكره ان شاء الله.